In the name of Allah, the Most Merciful, the Ever Gracious, our dear students of secondary stage, first grade, welcome back to your weekly episode, it's called On Air. أعزائنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي, مرحبا بكم في حلقة جديدة من مدرسة الهواء. We are supposed to have our test tomorrow. هنفترض أن الامتحان بكرة. طبعا everyone is very nervous, somebody very afraid. So, إحنا دايما بنقول هنا إيه, the test is your friend, try to be smart. To be, make friends with them. لو التست دوت انت خايف منه صدقني مش هتقدر تعمل او مش هتقدري تعملي اللي انت متوقعه. لكن why don't you make a test your friend؟ طبعا احنا حلينا كتير وراجعنا كتير. طيب النهارده هنعمل ايه؟ مراجعه سريعه general evaluation to what you have studied all the year and see how smart and how confident you are of yourself. بعد الحلول اللي انتوا حليتوها دي كلها تعالوا نتفرج كده ونشوف احنا واثقين من نفسنا ولا لسه مترددين. التست مش مشكله, المهم يبقى عندك ثقه بنفسك. اوكي, هنفترض ان احنا استلمنا ورقه الاسئله, تعالوا نتفرج كده هنتعامل معاها ازاي. First you have to do some kind of warming up. سخن مخك شويه او سخني مخك شويه, يعني هنقرا كام سؤال كده في الاول لغايه ما نشوف دماغنا استعدت ولا لا. تعالوا كده مع بعض سريعا نشوف كده الامتحان هيبقى فيه كذا نوعيه من الاسئله ونشوف هنتعامل معاها ازاي. تعالوا بسرعه كده معانا. اول سؤال هنا هنتكلم على السيتويشنز. السيتويشنز هنا بيقول لي هنا حالا هتظهر your friend is ill and needs to see a doctor. الترجمه السليمه بتقول صديقك مريض ويحتاج الى طبيب. شوف انت هتقول له ايه. في واحد تاني يقول له ايه, go to a doctor, see a doctor. تمام, كل اللي انت بتقوله تمام. طيب تعالوا نشوف كده الإجابة النموذجية هيبقى شكلها إزاي. أوكي, شوفوا الإجابة. I think you should see a doctor. أنا شايف إن أنت يجب أن ترى طبيب. كلمة see a doctor هنا معناها مش تروح تزوره, لأ ده أنت هتروح تشوف الاستشارة بتاعته والنصيحة. أوكي, موقف تاني. Someone asks you about an Egyptian you admire most. احنا خدنا طبعا في المنهج شخصيات كتيره جدا مصريه نفتخر بيها, فهنا بيقول صديق ليك بيسالك ايه الشخصيه المصريه اللي انت بتعجب بيها او تفخر بيها. طبعا مش هنلاقي اكتر من ابو هيف. طبعا I admire most captain ابو هيف. طالب تاني او طالبه تانيه تغير الاسم يعني براحتك, اتس اوكي. المهم يعني احنا شايفين ان الشخصيه دي من اكثر الشخصيات رياضيا على الاقل في مجال الرياضه. الموقف الثالث, your cousin invites you to his birthday. ابن عمك بيعزمك على حفلة عيد ميلاد. يا ترى تقول له ايوه انا جاي وخلاص ولا في جملة مجاملة؟ اهي الجملة اللي احنا بنقولها, I wish you all happy returns. زي ما بنقول كده اتمنى لك اعيادا سعيدة. returns هنا مش معنى عودة, لا, many happy returns يعني مناسبات سعيدة بهذا الشكل. أربعة, هديكوا فرصة كده تفكروا مع نفسكم. You visit your sick neighbor. أنت رحت تزور صديق ليك مريض. يا ترى هقول له ايوه تمام. اللي حافظ الجمله دي طبعا يعني مش المفروض اقول اللي حافظ, اللي فاكر الجمله دي برافو عليك. اللي يقول لي او اللي تقول لي I wish you a speedy recovery, او لا برافو عليك تمام. بس مهم جدا شايفين speedy S B double E D Y, مهم اكتب السبيلنج تمام. وريكفري يا ريت ما ابقاش اعملها كده وخلاص, لا لازم يبقى فيه اتقان ريكفري. اوكي, اللي بعده, your friend apologizes to you for breaking your camera. صديق ليك بيعتذر. ليه؟ هو عمل حاجة غلط أكيد. إيه هي؟ breaking your camera, كسر الكاميرا بتاعتك. طيب هو لو كده رد زي ما أنت عايز, لكن لما يكمل كمان ويقول لي أنا طالب منك تقول في هذا السياق إيه هو؟ accept his apology. لأن في ناس بتزعل, لكن هنا طالب منك إنك تقبل هذا الاعتذار. تمام, إلا قال لي don't worry, it's nothing, it's okay, براحتك ومفيش اي مشكله اطلاقا. طيب تعالوا بقى نشوف سؤال سريع للتشويس, بس قبل ما نخش على التشويس هقول لك خد بالكم احنا عندنا 10 اسئله في التشويس. مهم جدا تبقى واخد بالك او واخده بالك ان ال 10 اسئله دولت 5 of them related to the grammar and the other 5 related to the vocabulary. عندنا خمس جمل خاصين بالجرامر وخمس تانيين خاصين بالكلمات. وطبعا خمس جمل بساط جدا على كلمات منهج حوالي 9 وحدات. طبعا ما شاء الله احنا بنتكلم على ترم كامل, فلما تتفرجوا كده على لا ده قليل, خمس جمل قليل جدا. طالب كتير يقول لي لا ده الكلمات احنا صعبه, اقول له it's now hard to remember the words. طالب تاني او طالبه تانية تسال احفظ الكلمات ازاي, اقول احنا طول السنه بنقرا التكست. The text in the book itself is very easy. ده حتى كمان محدد الكلمات اللي انت المفروض تبقى قاريها ومركز عليها في الوحده, مش مطالب. You are not asking to keep the whole unit.
اليونت بالكامل صعب جدا، وهيبقى صعب على اي طالب حتى لو كان عبقري. نقول له احفظ الكلمات دي كلها. طب اعمل ايه؟ الهايلايت الوردز اللي موجوده عندك في الوحده، عندنا في الوحده التكست ما يزيدش عن 100 كلمه، فيهم 3 4 كلمات بالبولد، بالخط الاتقل شويه او بالخط العريض شويه، هم دول بس اللي اركز عليهم؟ طبعا لا، بس هم دول the most important items in the text. ومع ذلك تعالوا نتفرج كده مع بعض ونشوف الكلمات اللي موجوده هنا، احنا مركزين على اكثر حاجه اهميه. بسرعه كده معايا نشوف اول سؤال بيقول ايه. He accepted the decision without. قبل القرار without. without ايه؟ طبعا كانت permission, argument, agreement, acceptance. هقول لكم قبل ما نحل، خدوا بالكم من الارجيومنت اجريمنت، الحاجات اللي زي ديت قريبه جدا من بعض، والكلمات حروفها لما بتختلف اكيد المعنى تختلف. بيرميشن هنا يعني تمام، اللي قال لي اذن او تصريح، ارجيومنت جدال، اجريمنت موافقه، اكسبتنس قبول. لكن لما نيجي نركب الكلمه على الجمله، هو قبل القرار without، بدون ايه؟ ارجيومنت، تمام، بدون جدال. أهم حاجة مش حافظ بس، لا، الكلمة اللي هتخش على الجملة مظبوط. نشوف اللي بعده. This young lady doesn't like going out in. بالراحة بقى كده، معناها إيه؟ هذه الشابة الصغيرة لا تحب الذهاب إلى، بصوا كده، open, opening, opened the open. في مصطلح بيقول لك الهواء الطلق، في ناس كتير طبعا تحب الهواء الطلق، لكن هنا عندنا حالة مش بتحب كده. in the open، يا ريت نحفظ المصطلح ده، going out in the open، يخرج في الهواء الطلق، هي الى حد ما انطوائيه شويه. نشوف كده. You must do what you are to do. You must do what you are to do. What you are ايه؟ اللي only told تكملة للباسف بتاعها. تمام، هي told، تمام. نشوف الجملة بتاعتها. Nadir doesn't get up late. والنبي بقى نقف واحدة واحدة كده في الجملة دي. Nadir doesn't get up late. الجملة هنا زمانها present simple. ومطلوب مني بعد الكومة هنا نقط كده وquestion mark على طول، يبقى question tag. برافو عليكم اللي فاكر المصطلحات والطريقة. نفكركم بسرعة على التكنيك بتاعها أو أسلوبها أو السيستم بتاع الحل. لما تكون الجملة infinitive اللي هي مثبتة تمام كده قدامي كده لازم تبقى منفية. طب هي أنا عندي هنا negative، الجملة هنا منفية، أكيد هيبقى ال question tag بتاعها مثبت. نشوف كده. Nadir doesn't get up late. Does he؟ برافو عليكم. في ناس كتير تنسى وتقولي doesn't he تاني، أقول له لا طبعا. Does he؟ لأن الجملة اللي فوق منفية زي ما أنتم شايفين، يبقى أكيد ال question tag بتاعها العكس، منفي. اللي بعده. Why don't you? Your dog, it's hungry. لما لا إيه؟ بالنسبة ل your dog, it's hungry. لما يقول لي هنا it's hungry يعني الكلب جعان. كاتب لي feed يغذي أو يطعم، tie يربط، food غذاء، وهيربط هنا حتة food ب hungry، بس خد بالك إن إحنا بن don't، ده إحنا عايزين فعل. وإيت يأكل، طبعًا مفيش حد هياكل الكلب بتاعه، فهي أكيد الإجابة اللي قال لي فيد أو اللي قالت لي فيد أو لا. برافو عليكي، مهم جدًا تبقي حافظة الكلمات وفاهمة أوي أوي الفرق ما بين كل جملة والتانية. اللي بعده. The North Pole، القطب الشمالي، has enormous and freezing water. طيب freezing water إحنا كلنا عارفينها مياه متجمدة، برافو عليكم. طيب في إيه تاني؟ طبعا كاتب لي هنا glaciers، بحيرات متجمدة أو ثلجية، lakes بحيرات، rivers أنهار، wells ينابيع مياه. طب هو قايل فوق في الجملة freezing water، مياه متجمدة، يبقى التكملة بتاعتها glaciers، تمام، بحيرات ثلجية، ده القطب الشمالي هيكون فيه غير الثلج. ونقف هنا عند الجرامر شوية، سؤال أهو خاص بالجرامر، بيقول لي I have just، I have، مهم جدا ناخد بالي من الاختصارات اللي زي كده. I have just إيه؟ That I forgot my mobile at home. أنا لسه حالا واخد بالي إن أنا نسيت الموبايل بتاعي في البيت. Known, realized, reached, related. ها، واحدة واحدة كده. في طالب هيقول لي I have just known that، أنا لسه عارف دلوقتي. بس كلمة I have known معناها إن حد قال لك. اللي قال لي realized برافو عليه، لأنه هو بيقول أنا أدركت من نفسي، يعني بيفتش في جيبه ما لقاش الموبايل، أدرك ساعتها إنه ما لقاهوش او نسيه في البيت. اللي بعده. The match was. بالراحه كده في اللي جايه دي هديكوا فرصه
تقروها بس، فرصتكم خلصت خلاص. اللي قال لي live هقوله لا انت كده غلطان. The match was not live. live ال i v e هي هي live بالظبط، بس انا هنطقها هنا ليه live؟ معناها بث مباشر. by satellite في قمر صناعي اهو to over 50 countries لاكثر من 50 دولة. طبعا كاتب لي the match was watch، اكيد هي مش هتمشي كمان لان watch مش جاية تصريف تالت على اساس ان was هنا لازم يجي وراها شكل من اشكال الماضي. played carried transmitted، طالما انا قلت قمر صناعي وبث مباشر اكيد هي transmitted. تمام اللي افتكر الكلام ده. طيب اللي بعده she remembers her father here to the zoo last year. remembers فاكرين بعض الكلمات، بس دي قبل ما نحل تعالوا اطلعكم بره السؤال ده شويه. مهم جدا ناخد بالنا من حاجه، انا مش مجرد ان انا حفظته خلاص. it's most important to remember there are certain verbs are supposed to be followed by ing. في افعال معينه لازم يجي وراها ing. نديكم مثال سريع عليها كده ونفتكرها مع بعض لان مهم جدا افتكرها قبل ما اكمل اجابه السؤال. تعالوا بصوا معايا كده، لما واحد يقول لي هنا like start enjoy يستمتع begin، وهركز على اللي جايين دول avoid وadmit. طبعا احنا فاكرين ان هما عيله كبيره جدا، مفروض معظم الكلمات او الافعال دي are followed by ing. مثال عليها عشان تبقوا فاكرين، سارة، ويا ريت سارة ما تزعلش، احنا مش هنكتب جملة وحشة ولا حاجة. سارة avoids، سارة بتتجنب ايه بقى؟ meeting strangers. strangers هنا بمعنى غرباء. avoids meeting، الفعلين دول لما يجوا ورا بعض بالشكل ده، avoids الاولاني خلاص جاي متصرف، مش هيقول لي بقى ده مصدر، ما ينفعش يبقى عشان في سارة بره. سارة تتجنب مقابلة الأغرباء، الغباء على الغرب يعني عنها. لما يبص لي كده على ميتنج، حد يفكرني كده لما بنضيف الـ ing للفعل بيبقى إيه؟ برافو عليكم، ما بقاش فعل، اتحول، خرج من عباءة أو بوتقة الفيرب إلى بوتقة الناون. يعني مثلا أقول هنا بلاي، يلعب. The play هنا مش معناها يلعب، معناها المسرحية. أو their playing was nice، اللعب بتاعهم. شوفوا الاي ان جي لما دخلت على الفعل عملت ايه؟ غيرته تماما، طلعته من خانه الفعل وديته خانه الاسم. مش مجرد ان انا بحفظ كلمات، زي ما بقول هنا لازم ناخد بالنا من المعاني، لازم تقرا كويس. First you have to feel some kind of common sense. common sense يعني حسن الادراك للكلام. كده انا فكرتكم بالقاعده، تعالوا بسرعه كده نرجع للجمله والسؤال بتاعنا نشوف الحل بتاعه هيبقى ايه. كاتب لي هنا she remembers her father taking here. أنا كده استعجلت واديتها لكم على طول عشان تبقوا فاكرين الإجابة. تذكرت باباها وهو بياخدها للزو. الجملة اللي بعديها I always communicate my friends on my mobile. طالب يسألني مستر احنا الاختياري ده ما فيهوش أفعال، أقول له ما هو مش لازم أفعال، ممكن حرف جر زي كده، وعندنا وحدة كاملة خاصة بحروف الجر. طيب كوميونيكيت هنا معناها يتواصل، تمام برافو. اللي قال لي ويز على طول ده اقول له برافو عليك، انت فاكر او انت برافو عليكي فاكره المصطلحات اللي زي كده. عندنا كوميونيكيت طبعا ويز من الكلمات المهمه جدا في الوحده. This film is very I like watching it every time. وبرده قبل ما نجاوب على السؤال هطلعكم دقيقه واحده بره الشاشه. فاكرين كلمات كتير جدا في الوحدات اللي في اوائل المنهج الرابعه والخامسه والسادسه دايما كان بيتعامل مع الادجكتيفز. واحد يقول لي ايوه انا فاكر اللي هي taller than و younger than و... ايوه، بس انا ما اقصدش دي خالص. احنا عندنا هنا في حاجه اسمها abstract adjective، الصفات اللي هي المجرده، يعني الصفه اللي انت ما بتعرفش تمسكها بايدك. بمعنى علي was tired. tired الصفه الاخيره اي دي تصف علي، هو التعب انا ما اقدرش المسه بدي بس انا حاسه. طيب لو انا عايز اقول الماتش اللي شافه علي كان متعب، في الحاله دي هغير من tired ل tiring. الكلام مش باين؟ تعالوا نكتبه بسرعه كده. عندي صفه اسمها bored b
bored واللي قصادها boring boring اللي اخرها اي دي هنا معناها يشعر بملل. لو قال لي هنا تامر is bored يشعر بالملل after the meeting بعد الاجتماع او اللقاء، اللقاء كان ممل شوية بالنسبة له، لكن هو صفته ايه بعد الاجتماع؟ he was bored. انا بتكلم على تامر، الصفة المرتبطة بتامر اخرها ed. طيب ايه رأيكم بقى لو نطلع تامر بره القصة شوية وناخد the meeting، the meeting ماله؟ اكيد كان هو اللي سبب الملل اللي عند تامر، is boring. عفوا انا بتكلم على the meeting، شايفين الصفة المرتبطة بيه اخرها ing. اوكي كده افتكرنا، انا بفكرك بسرعة. طب انت افتكرت خلاص، تعال بقى حل السؤال بسرعة كده معايا، مش هنديك فرصة كتير. تاني، this film is very I like watching it every time. every time يعني كل مرة لما بتشوف الفيلم تتفرج عليه. يا ترى interesting؟ طالب يقول لي ايوه في ing، اقول له طب استنى ده في boring تحت، في ing تاني اهي، في exhausting ing تاني. طب ايه في الحالة بقى هترجم interesting شيق، boring ممل، exhausting متعب. طب يرجع بقى فين؟ لآخر جملة هنا لما يقول لي I like watching it every time، يبقى ما تنخدعش وتاخد أي حاجة فيها ing. أنت بتحب الفيلم كتير، يبقى أكيد الفيلم ده تمام interesting. طيب نشوف كده الجمل التانية، مش هديكم فرصة بقى كتير كده زي ما عملنا في الكام سؤال اللي فاتوا. It's advisable to see a doctor، من المستحسن أهي، من الأفضل إن أنت تشوف طبيب. You see one soon، لازم تشوف حد سريعا. تمام، اللي قال لي شوت ده أقول له برافو عليك، لأن أنت مش بتجبره إنه يتفرج أو يروح يشوف الطبيب عشان يكشف عليه. My father went to school to ask about my standard. خدوا بالكم الحتة دي. To ask about my standard يعني رايح يسأل على مستواي، يعني معنى كده إن بابا مش شغال في المدرسة. شوفوا الإجابة تو إيه؟ To the school. في طلب يقول لك لا يا مستر لحظة واحدة، احنا خدناها تو سكول. ايوه عشان انت طالب، انت رايح للمدرسة عشان تتعلم. You are going to school to learn. I a teacher. I am a teacher. I go to school to teach. انا مدرس، بروح المدرسة عشان ادرس. يبقى انا رايح للغرض اللي متخصص ليه المدرسة، ايه هي؟ التعليم او التدريس. والطالب اللي هو انت او انت بتروح المدرسة عشان تتعلم، يبقى انت رايح للغرض دوت، يبقى هنا لازم اقول تو سكول. لكن ده باباي هو اللي رايح المدرسه عشان يشوف المستر او المس اخباري معاها ايه، عامل فيها ايه، يبقى هو رايح لغرض تاني خالص. في الحاله دي لازم تاخد الارتكل بتاعها ذا. اوكي نشوف الجمله اللي بعد كده بسرعه. الجمله التانيه بتقول ايه؟ The girl dress is fashionable is very beautiful. البنت الفستان بتاعها fashionable ماشي على الموضه، بيكون very beautiful. فاكرين ال relative pronoun طبعا اللي هي who و which و that والحاجات دي كلها، بس احنا بنقول هنا dress، دي حاجة مملوكة ليها. برافو اللي قال لي whose، برافو اللي سبقني وقال لي whose. whose هنا بيجي وراها أسماء. تمام. He caught the bus easily. نقف بقى شوية عند الحتة دي. هو لحق الأتوبيس بسهولة. He up early. اللي يلحق الأتوبيس بسهولة يا ترى might get، ربما يكون استيقظ بدري، ولا may get نفس الكلام، ولا might have got، ولا من ممكن، ولا اكيد كان صاحي بدري must have got، واتاكدت لك عليها خالص اهي، يبقى هو اكيد لحق قال لانه صحي بدري. A famous made my sister's wedding dress. famous مين بقى اللي هيعمل الفستان بتاع الفرح؟ يا ترى designer مصمم، director مخرج، employer موظف او صاحب العمل، principal ها المدير. طبعا قال لي ديزاينر، الطالب الممتاز اللي حفظ معنى مصمم من الاول، من قبل انا اقول طبعا. يعني تعالوا نشوف دي فيها تريك صغير. lions اللي هي الاسود، the cat family العائله القططيه، طبعا انتوا عارفين الاسد والنمر والحاجات دي كلها تبع العائله القططيه. يا ترى belong to ولا long to ولا long for ولا prolong؟ احنا هنا لعبنا معاكم شويه كده اللعبه بتاعت حروف السبيلنج اللي متلخبطه من بعض. belong to يخص او ينتمي الى، long to يعني يشتاق الى، long for هي يشتاق فيها. طبعا خدوا بالكم ان to غير for، يعني الاثنين هنا long to يشتاق الى ولونج فور يشتاق الى، بس to
تمام اللي افتكر وقال لي انفينيتيف اقول له برافو عليك، وفور اللي يجي وراها اي ان جي. برولونج يطيل مده حاجه. يبقى لما نرجع بقى للمعاني بعد ما ترجمناها هنقول ايه؟ لاينز برافو عليكم، تمام اللي سبقني بيلونج تو يخص او ينتمي للعائله القططيه. ماونت ايفرست اللي لسه كنا بنتكلم على الصفات، از ذا ماونتن ان ذا وورلد، جبل ايفرست يعتبر ايه؟ واحد يقول لي هاير، اقول له طيب كويس، بس هاير دي اخرها اي ار، مش احنا واخدين بالنا من هاير ذان وشورتر ذان؟ واحد يقول لي موست هاي، اقول له تمام، بس هي هاي تقبل اضافه الاي ار والاي اس تي، انت جايب موست ليه؟ واحد يقول لي لا ده انت اللي جايبها يا مستر، اقول له طيب ما احنا جايبينها عشان لخبطك، موست بتيجي للصفات اللي هي تمام اللي هي المركبه زي اكسبنسيف frequent beautiful attractive الحاجات الكبيره قوي، لكن حاجه زي كده هتبقى the highest، حتى احنا واقفين جنبها اهو the highest mountain in the world. نشوف اللي بعده كده. A therapist helps patients. واحد كده يقف كده ناصح او طالبه ظريفه شويه تقول هي therapist هي، انا مش معنى دكتور يا مستر، اقول لها لا هو ده معالج مش شرط يبقى طبيب. A therapist helps patients with، في مريض بيبقى يعاني من حاجه مش شرط يبقى مرض عضوي يعني او جسدي، يا ترى ويز ملاريا، مرض الملاريا طبعا احنا عارفين ده حاجه عضويه لازم يبقى طبيب. فوبيا الخوف او الوسواس القهر زي ما بنقول كده، واحد خايف من حاجه. هيديك صداع، توثيك الم في الاسنان، يبقى اكيد احنا بنتكلم على حاجه ايوه ذهنيه، يعني هو بيخاف من حاجه، يعني في ناس بتخاف من سبايدرز وهكذا، دي طبعا بيبقى خوف مرضي محتاجه ثيرابيست معالج نفسي. With the of X-rays doctors can، بمساعدة ال X-rays، X-rays اللي هي إشعة X، doctors can different diseases، الأطباء بيقدروا يعرفوا إيه؟ طالبوا لي repair يصلح، diagnose يشخص، replace يستبدل، و modernize يجدد. مفيش طبعا طبيب يجدد الأمراض، هو نفسه بالظبط diagnose وبعد كده fight the diseases. أوكي نشوف بقى للجرامر. قبل ما تخش على الجرامر سريعا، احنا معظم الناس بتقول لي يا مستر احنا بنشتكي من حاجتين، first we don't know what the sentence need to be solved، احنا مش عارفين الجملة هتتحل ازاي او عايزة ايه الجملة تتحل ازاي. في طلبة تانية بتقول حاجات كتيرة قوي قوي، احنا مش هنتكلم فيها كتير، احنا هنقول حاجة واحدة وبسيطة جدا، هو احنا عندنا مشكلة في حاجة. first your ability to translate the sentence from the beginning to the last، انت لازم تترجم لي الجمله كويس من اول الجمله لاخرها. طيب اترجمت، ايه بقى المطلوب؟ المعنى بتاعها والزمن بتاعها كويس، اروح بقى بين الاقواس هشوف هو عايز ايه، يا ترى مطلوب مني ان انا اغير الجمله برابط جديد، اغير الجمله بكلمه جديده، احط لها حاجه مخالفه شويه للمعنى بتاعها ولا الشكل بتاعها. اهم حاجه the first step to you to answer the sentence especially the grammar، مهم جدا تبقى تترجم الكلام عشان نعرف هو عاوز ايه. وتعالوا بسرعه كده نشوف عينه من الجمل اللي احنا جايبينها النهارده. اول جمله هنا بيقول ايه؟ My friend lent me some money، هتطلع حالا دلوقتي على الكمبيوتر. My friend lent me some money، صديقي اعارني او سلفني some money، بعض المال. طيب ايه بقى المطلوب؟ بيقول لي هنا ووز. ووز دي احنا دايما بنقول ان دي تعتبر باسورد للباسيف. طبعا ما شاء الله عندنا جمل باسف كتيره وقواعد باسف كتيره كلنا حافظين. باسف طالما فيرب تو بي متصرف او كاتب لي فيرب تو بي بالاقواس، يعني عايز باسف في الحاله دي فين المفعول؟ اقول لك بص انا عندي مين؟ حظك ادي واحد وسام ماني اتنين، اختار بقى يا حلو بقى اللي انت عايزه. يعني انت عايز تبتدي بمي، بس طبعا مش هتقول مي طبعا. انا اتسلفت او بعض المال اتسلف ليا. نشوف كده اول جمله. اي ووز، شوف انا كاتب لك ايه؟ ايه؟ يعني لو انت عايز تكتب اكتر من اجابه اكتب برضه بس بالترقيم ده كده. A I was lent some money from my friend، انا سلفت او اقرضت بعض المال، جبت فيرب تو بي والتصريف الثالث لفيرب lent، هو اصلا تصريف تاني هو الثالث. طيب في طالب تاني يقول لي ايه؟ طب ما نجيبها بطريقه تانيه، اقول له برافو عليك او اقول لها برافو عليك، لو انت بتفكري بالطريقه دي هجيب الفلوس نفسها، some money was lent to me from my friend، هقول له انت ماشي لغايه هنا تمام طالما فهمت الجملة وفهمت المطلوب. طيب نشوف جملة تانية. The boy is crying because his bag was lost، ترجم بقى كده بالراحة معايا. الولد يبكي لأن حقيبته فقدت، was lost، وكاتب لي whose. whose دي احنا خدناها من شوية في التشويس،
حاجة بيجي مملوك وراها أو أسامي بتيجي وراها. يبقى الولد اللي شنطته ضاعت كان يبكي. شوفوا كده بالشكل الجديد. The boy whose bag was lost is crying. هقول له أنت لو مشيت بالطريقة دي تترجم كويس أكيد هتحل صح. تاني سامح said where did you buy this shirt؟ طبعا المفروض فيه هنا you. Where did you buy this shirt؟ وكاتب لي هنا بين قوسين asked، يعني هو بالراحة كده عايز يقول إيه، هو سأل أنت اشتريت الحاجة دي منين؟ طيب بالراحة كده سامح asked where، ونقف عندها هي جت ازاي وير. اقول له بص كده شايف السؤال اصلا في اداه الاستفهام المباشره اللي هي وير، يبقى هتنزل زي ما هي. لو ما عنديش حاجه زي كده تعمل ايه؟ يقول لك اه لا دي قصه تانية بقى هقول لك عليها، بس مخلص دي الاول. وير وديد يو باي، طبعا هنا في يو طبعا اتفقنا على كده، يو هتبقى اي، وباي باعتبار انها في الجمله اوريدي باست سيمبل هتتحول للشكل ده هاد بوت ذا شيرت. يبقى سامح اسكد وير I had bought that shirt. لو مش واضحة تعالوا معايا دقيقة واحدة نوضحها بشكل مختلف. هنكتبها تاني، مش هنكتب نفس الجملة طبعا، هنكتب جملة تانية ونشوف كده هتحلوها تاني بسرعة كده معايا ازاي. علي said، علي قال ايه؟ كوما ونفتح أقواس جديدة يقول لك ايه؟ Where did you find this box؟ يا ترى لقيت الصندوق ده فين؟ Where did you find this box؟ نمرة واحد نحدد أداة الاستفهام لما تكون زي ده كده where what how when اللي هي ده WH عموما، يعني لازم ناخدها معانا كرابط للجملتين اللي بره، اللي جوه واللي بره. طيب فاضل حاجة، شايفين دي؟ did، مش ده فعل مساعد اللي هو الهيلبر فيرب بتاع التنس بتاعنا، مش زمن كده باست سيمبل؟ ايه المطلوب مني؟ يقول لك والله بص بقى لما يكون سيت بره انا واقف عندها اهو باست سيمبل اوتوماتيك بغير الزمن اللي جوه الاقواس بالراحه كده. في بالك اكتب اجابه السؤال وير ديد يو فايند ذيس بوكس، هروح كاتب له كده الاجابه اي فاوند ذيس بوكس. اكتبها كده كانك بتعمل درافت مسودة للسؤال. أنا لقيت البوكس، أنا مش عايز أعرف أنت لقيته فين، أنا عايز بس أغير صيغة السؤال. أوكي. نبتدي بقى نغير. هو مش هيخلي ست زي ما هي، هيقول لك asked بين قوسين أهي asked سأل. هنروح كاتبين علي asked هربط بإيه؟ تمام اللي افتكر بنفس أداة الاستفهام where، ويجي الدور على I ونقف شوية بقى. هي found دي لغاية دلوقتي الباست سيمبل، لازم تتحول للزمن الأقدم منها عشان في سيد هنا، شايفينها؟ يبقى هقول where I had found، ولسه ايه يا مستر؟ لسه دي كمان، فاكرين الحاجات دي الارتكلز دي؟ this هتبقى that box. نقولها بصراحة كده واحدة واحدة كده، يبقى علي asked where I had found that box. طيب لنفترض بقى طالب او طالبه تسالني يا مستر هو ما قاليش السؤال بوير او ما جابليش هاو ولا وين ولا. طيب تعالي نغير صيغه السؤال بطريقه تانية ونوصل للي انت عايزاه. نفس علي، تعالى يا عم علي شويه معانا كده ما نزعلش. علي said، قال ايه علي؟ did you find the box؟ هل وجدت الصندوق؟ مفيش بقى وير ولا حاجات من دي، هنكتب بين قوسين برضو asked اللي هو طالبها مني عشان ده سؤال. جاوب على السؤال الاول did you find. طلبه كتير هتجري تقول yes وطلبه كتير تقول no، هقول له لا ريح دماغك بقى لا yes ولا no، هقول I found the box، انا وجدت الصندوق. نبتدي بقى زي ما اتفقنا علي asked، اعمل if did. هحط جنبها خط كده واقول انا ما عنديش وير بس عندي البديل. البديل اهو ربنا مسهلها علينا، عندك يا if يا whether البديله لديد. وهغير حالا I found هتبقى I had found the box. طالب يقول لي لا مش كان في زد بوكس؟
ايوه، لان الجمله الاصلانيه بقول هنا ذا بوكس ما قلتش ذيس بوكس. ها وصلت كده؟ اوكي تمام. نرجع سريعا للجمل اللي معانا حالا ونقول الجمله اللي بعديها. It's necessary for him to pay the fine. It's necessary for him to pay the fine. يعني من الضروري أن يدفع الغرامة. تمام، الترجم لي فاين غرامة، وكاتب بين قوسين هنا has to. has to هنا معناها يجب أن. طب هي دي بتساوي إيه هنا أصلا؟ اللي قال لي it's necessary، برافو عليك برافو عليك. تمام، يبقى الإجابة هنا he has to pay for the fine. كان يجب أو عليه إن هو يدفع ثمن الغرامة. شفتوا it is necessary، كل ده بيساوي has to. اللي بعده سريعا، eating much food affects our health. احنا طالبين هنا effect بس. طيب هي effect دي معناها تأثير، امال ايه اللي جوه في الجملة؟ affects. ده الفيرب بتاعها. يبقى بدل ما اقول الاكل الكثير يؤثر، لا، الاكل الكثير له تأثير. حتة له تأثير دي اكيد هغير الفيرب ده، انت لازم تغيره، اللي هو verb to have. طبعا نشوف هيبقى شكله ايه. Eating much food has a bad effect on our health. Has هنا جت منين؟ أنا عندي affects present simple. الفعل البديل اللي أنت جبته اللي هو has هيمشي present simple زيها. أوكي. تعالوا بقى نتفرج على نوع تاني من الجرامر، بس قبل ما نحل الجرامر دوت نقول لكم خدوا بالكم. إحنا عندنا في الامتحان الجمل اللي بتيجي تبقى جملة عادية جدا. وبين قوسين زي ما انتم شايفين كده، بيحط after، بيحط before، يحط asked، بيحط whether، زي ما هو عايز طالما احنا جاهزين ومفيش اي مشكله. النوع الجديد اللي هو بيسهل اكتر على الطلبه بيبقى كاتب passage وكمان بيقول لك الغلطه اهي، الجرامر بتاعها مش مظبوط، فاضل انت تصلحه. يعني انا دلوقتي قريت الموضوع من اوله لاخره ومحدد لك الغلطات، تفتكر مش هنعرف نحل؟ اكيد هنعرف نحل. تعالوا نجرب كده مع بعض ونشوف الجمل زي دي هتيجي ازاي. اول حاجه عندنا بيقول هنا علي was getting ready to go to school. شايفينها؟ علي was getting ready to go to school when the telephone rang. فجأة كده التليفون رن. He ran into the living room. وهو حاطط لك خط ومتقل لك عليها الكلام، هتلاقيها كده في ورقة الأسئلة تقيلة زي كده. طيب هو نرجع بسرعة كده، the telephone rang و he run، أكيد هتبقى ran. تمام، يبقى دي أول غلطة عرفناها، يبقى he ran into the living room. طب اللي بعده picked up the telephone أو the phone and said hello this is Ali. أنا علي خير؟ فبيقول له هنا you will have to go to school without my this morning. ده في واحد زميله اتصل بيه قال له ده انت هتروح المدرسة without my. my هنا صح، my ايه؟ my bag، my car، my friend. بس هنا ما ينفعش يقول without my بس، يبقى دي الغلطة اهي، هتبقى اللي قال لي me برافو عليك او برافو عليكي without me this morning. ادي تاني غلطة. اظن ده سهل قوي قوي. said his best friend علي، يبقى علي صاحبه علي اتصل بيه فعلي بيسأله what's a matter. what's a matter، انتوا فاكرين المصطلح كان اسمه كده what's a matter ولا what is the matter؟ يعني الاي دي هتتشال، ممكن تبقى بدلها ذا. لا والله ده حاجه ظريفه جدا لو الاسئله تبقى كلها بالطريقه دي. ده الراجل بيقول لك الاجابه اهي، علي asked او asked علي I don't feeling well. انا بقى مش هحلها، فكروا كده بسرعه كده بسرعه بسرعه. I don't feeling ولا I don't. برافو، اللي قال لي فيل بس بيعتبر ان هو مسبوق بفعل ناقص او فعل مساعد يجي وراه مصدر، هقول له كده انت تمام. سيد علي I think I have flu. فاكرين flu هنا بمعنى انفلونزا. اوليفر تويست، بس قبل ما نخش اوليفر تويست انا دايما اقول لك خد بالك او اقول لك خدي بالك، اللي فات ده كله بيعتمد على الذاكره بتاعتك والذاكره بتاعتك والحلول الكتيره وكده. طب اللي جاي بقى اللي هو بتاع اوليفر تويست، اوليفر تويست از فيري سيمبل but we have a problem here. احنا عندنا مشكلة في ايه؟ معظمنا بيحفظ الإجابات بس. لنفرض you are keeping by heart certain questions. انت حافظ شوية أسئلة وبس. لنفرض الامتحان نفس السؤال بس in different sequence أو in different form. إيه الحل؟ أنت مش حافظ السؤال ده. طب احنا بنحفظ ليه؟
the language is just, we call it sense, إحساس. لازم تبقى تمسك الجملة كويس، أو لازم تمسك الجملة كويس من الأول تاني لآخرها وشوفوا بتقول إيه. ساعتها بقى you have your open way to answer، طريقة عندك مفتوحة، مش مجرد بقى أنا حفظت كلمة، أنا حفظت غلط، أنا فهمت الأول. أنت فهمت السيريال والسيكونس بتاع القصة، أي سؤال لما تيجي تترجمه جاوب اللي أنت فاهمه، مش لازم اللي أنت حافظه، لأن اللي أنت حافظه already you have already forgotten it، أكيد أنت نسيته. طبعا احنا مش بنفاول عليك وتقول لي انا بعد ما حفظت هنسى، لا، تعالوا نبص مع بعض كده. بعد ما فهمت جرب كده، او جربي كده، بعد ما تفهمي السؤال هنجاوب ازاي. تعالوا نبص كده اول سؤال نشوف بيقول ايه. What was inside the small leather bag that Mrs. Bumble showed monks؟ بالراحة كده نترجمها. ايه اللي كان inside جوه ال small leather bag اللي جوه الشنطة الكيس الجلد الصغير that Mrs. Bumble showed monks. حد فاكر مونكس؟ اه طبعا كلنا فاكرينه. Oliver's half brother. يا ترى ايه اللي كان في الشنطة؟ اه بصوا كده. There was a gold locket. ونقف عند locket. L-O-C-K-E-T. locket هنا معناها قلادة. كان فيها سلسلة ذهب من جوه. Inside the leather bag. طب مالها السلسلة أو القلادة؟ Inside it there was the name Agnes. Agnes A-G-N-E-S. يا ترى حد فاكر الاسم ده؟ طبعا طلبة كتير هتقول لي Oliver's mother's name. برافو عليكم، انتوا تمام. طيب نشوف السؤال التاني. Why did Nancy meet Rose؟ فاكرين نانسي؟ مين نانسي؟ تمام، اللي فاكر اكيد طبعا لازم نكون فاكرين نانسي، دي احدى افراد العصابة. Meet Rose، وروز مين؟ تمام، اللي كانت مسز ميلي بتربيها او بترعاها يعني. نشوف بقى ايه العلاقة ما بينهم. She felt a pity. هي شي دي عايدة على مين؟ هو أنا سألت مين في الأول هنا في السؤال؟ What did Nancy؟ بس يبقى شي هنا عايدة على نانسي. ليه نانسي قابلت روز؟ هقولها هي. She felt pity. طلبة كتير تقول لي إحنا حافظين واي يبقى because. قالوا لا. طب ما يعني ما حصلش حاجة يعني لما أبتدي بفاعل عادي خالص. She felt pity for Oliver. شعرت بالشفقة لي أوليفر. So she decided to help him. قررت تساعده. كل ده مين؟ نانسي اللي هي فرد من أفراد عصابة فيجن وسايكس. By telling, عفوا في هنا ING. By telling Rose all she knows about Vagan's plans. قررت قالت لا انا كده الولد دوت مش فعلا ما ينفعش يبقى حرامي معانا، فلازم اشوف مين قريب لي اقول له خطط العصابه ضده. طيب what is the relationship between Oliver and Monks؟ تاني بسرعه كده. اوليفر عارفينه، مونكس لسه قايلين من شويه اخوه صح، بس اخوه ازاي؟ هو السؤال بيقول هنا ايه؟ the relationship، ما وجه العلاقة ما بين أوليفر ومونكس؟ نشوف الإجابة. مونكس was Oliver's half brother. إيه half؟ half إحنا عارفينها بمعنى نص. half brother معناها أخ نص أو نص أخ. قالوا لا طبعا، half brother معناها أخ غير شقيق، يعني مش من نفس الأم. but he wanted to put Oliver's life in danger to keep all his father's money. آه شوفوا العلاقة بقى، رغم إن هو أخوه طبعا من الاب، الا انه دفع لفيجن فلوس عشان يخليه في العصابه بتاعته، وبالتالي keep all his father's money، يستولى على كل اموال والده. واضح ان ابو اوليفر كان راجل ريتش. شوفوا اللي بعده. What did Monks ask Vegan to do with Oliver؟ يا ترى طلب ايه؟ انا لسه قايلها من شويه بس انتوا ما خدتوش بالكم. طلب من Monks او Monks طلب من Vegan ايه؟ شوفوا كاتب ايه بقى. He bid him money، دفع له فلوس. him اللي هي فيجن طبعا. to keep Oliver in the gang to put him in danger، ده عايز يعرض حياة أخوه للخطر. ليه؟ and then he gets all the money his father left. آه ده الموضوع موضوع فلوس his father، يعني بابا سايب مبلغ كبير من المال فهو بيحرجم على كده. why did Sykes kill Nancy؟ قال ده الموضوع اتطور جدا، يعني معنى كده نانسي حست بشفقة وساعدت أوليفر، راحت لروز. شوفوا بقى كانت النتيجة إيه؟ السؤال بيقول هنا Why did Sykes kill Nancy؟ ليه قتلها سايكس؟ He discovered that she told everything about the gang to Rose. عرف إنها بلغت روز بكل شيء بخصوص العصابة the gang and Mr. Brownlow so he killed her. قرر إنه يقتلها أو يتخلص منها. قبل ما نكمل لازم نوضح نقطة مهمة جدا. إحنا بنقول حاجات يمكن البعض منكم مش حافظها في الإجابة بتاعته،
هو مش حافظ الإجابة بالشكل كده، هو حافظها بطريقة تانية. إحنا بنقول هنا suppose that you forgot what you have already kept. فرضا إن أنت نسيت أو أنت نسيت اللي أنت حافظاه في اللجنة وقاعد بقى بفكر أعمل إيه؟ طب ما إحنا بنقول أهو ترجم السؤال وشوف يعني من خلال السياق اللي أنت حافظه أو اللي أنت عارفاه هنعرف نجاوب. أنت مش مطلوب منك إجابة نموذجية للي موجودة في المنهج بالظبط. هو اللانجوج دي عباره عن ايه؟ نفترض ان انت تتعلم لغه، خد بالك ان مش اللغه الام بتاعتك، كويس جدا ان انت قاريها كويس وبتعرف تنطق كويس والسبيلنج بتاعك تمام، مش مطلوب اكتر من كده. فاضل بقى العباره بتاعتك، السياق، how to express your thoughts، انت فاهم حاجه معينه هتعبر عنها ازاي؟ وثقوا تماما ان كلنا واحنا بنصحح بنبقى مش متعاطفين معاك وبس، ده احنا بنبقى فرحانين جدا في منتهى السعاده لما نلاقي طالب بيكتب اجابه غير متداوله في الكتب. يعني بيحفظ من هنا ومن هنا ومن هنا بس ممكن دماغه هو بقى وصلته، ده اللي احنا بنسميه what's behind the sea line. sea line هنا معناها اخر حدود التفكير. في ناس بتبتدي تفكيرها من حتت بعيده جدا ما تجيش على بال حد. نرجع تاني ونكمل الاسئله بتاعتنا. شوف السؤال هنا بيقول ايه؟ what was Mr. Brownlow's offer to help Nancy؟ طبعا احنا عرفنا نانسي راحت قابلته هو وروز. هو عرض عليها ايه؟ what did he offer to help her؟ عمل فيه ايه العرض بتاعه بالظبط؟ He offered to help her by leaving the gang. قال لها كويس ان انت جيتي قلت لنا الموضوع ده، طيب ما تيجي تسيب العصابه دي خالص. And he could protect her. ويقدر يحميها يبعدها عنهم. طيب عرض زي دوت ما يتسابش، لكن هي للاسف she refused as she loved Sykes. احنا عندنا هنا مشكله انها كانت بتحب سايكس جدا فما تقدرش تسيبه. What did Oliver suggest about the orphans in the workhouse? طيب أوليفر بقى خلاص القصة قربت تخلص، يا ترى لما خدوه بقى مستر براونلو وروز وابتدوا يلفوا تاني على المكان اللي هو فيه workhouse this is the place where he was born، ده المكان اللي اتولد فيه، طبعا ما زال يشعر بالشفقة للناس اللي هم كانوا بيعيشوا نفس الحياة، يا ترى قال ايه؟ بصوا كده he suggested giving food. نقف عند دي شوية، فاكرين أول حاجة لما عوقب عليها more food، فهو عارف ان هم ما زالوا they need more food good clothes and education. قال لهم لا احنا لازم نساعد الناس دي نجيب لها اكل كفايه هدوم ونعلمهم تعليم احسن من كده. What was the end of vegan؟ طبعا شايفين القصه بنلمها بسرعه ونشوف كده التفاصيل المفيده عندنا في القصه. يا ترى كانت نهايه فيجن ايه؟ واحد زي ما عصابه يعني هيكون فين يعني؟ He was sent to prison for the rest of his life. What happened؟ ايه اللي جرى له؟ He راح to prison، راح يقضي فترة عقوبة. طيب أنا هسألكم سؤال مش عندنا، إيه رأيكم لو نشيل فيجن ونكتب بداله سايكس؟ حد فاكر يا ترى؟ بيل سايكس جرى له إيه؟ لو حد قال لي he went to prison هقول له لا يبقى أنت مش فاكر أحداث القصة اللي في الآخر خالص. He got killed، ده قتل by hanging himself، فاكرين لما كان حاول يربط حبل عشان ينط من البيت للبيت التاني؟ طبعا هو كده مات من عندنا. تعالوا بقى نتفرج على find the mistake الخاصة بالقصة برضه، لأن احنا عندنا نظام القصة جميل جدا، أسئلة كتيرة وبيقول لك طلع الغلطة اللي هنا. Harry is Mrs. Maylie nephew، فاكرين nephew هنا معناها إيه؟ ابن الأخ أو ابن الأخت. يا ترى هاري كان ابن أخ أو ابن أخت Mrs. Maylie؟ طبعا لا، كان ابنها هو شخصيا، كان خطيب روز. يبقى هنشيل نيفيو. طالب يقول لي طب اكتب ايه او اعملها ازاي؟ اقول له براحتك، عايز تكتب الجمله كلها وتيجي عند نيفيو تكتب بدلها سن تمام، عايز تكتب سن بس تكتب رقم السؤال يبقى برافو عليك. ايه اللي بعده؟ سؤال طويل شويه ودايما بقى فيه تريك. مستر براونلو سيد هي وود تيل ذا بيبل تو جيف مستر بامبل ورك اجين. في الاخر خالص لما اكتشفوا دور مستر بامبل لما ادى الليزر باج وادى اللوكت واترمت في البحر، يا ترى بعد ده كله حد هيقف جنبه؟ اكيد لا. He would tell the people not to give Mr. Bumble work again. ده مش هيشتغل تاني خالص. Monks get rid of the locket by throwing it into the air. هو رمى اللوكت في الهواء؟ لا، هو كان عايش في حته جنب البحر. برافو اللي قال لي by the river، يبقى هتشيل air وتكتب river. Mr. Bumble was kind to Oliver. مستر بامبل، حد فاكر ان مستر بامبل كان في يوم من الايام kind to، كان عطوف لاوليفر؟ طالب يقول لي لا، انا ممكن اكتب مستر براونلو هشيلها احطها بدل
مستر بامبل. او ممكن الغيها واقول مستر بامبل ووز نوت كايند، اقول له تمام اللي يعجبك اللي انت شايفه صح تمام اعمله. عايز تكتب الاثنين تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. تشارلي كولد هيم سيلف موريس بولتر. تشارلي بيتس لو احنا فاكرينه احد افراد العصابه اطلق على نفسه هذا اللقب. لا مش هو ده، نوا كلايبولد. طبعا احنا بنقول عليه نوح بالعربي بس طبعا ما حدش بيطلع الحاء دي خالص لا اوروبا ولا امريكا، فهي طبعا بتنطق نوا كلايبولد. سايكس ليفت لندن بيفور كيلينج نانسي. تعالوا بقى بالراحه كده، لو حد شاف يقول لك اه هو سايكس قتل نانسي، بس الغلطه مش هنا. ايه بالراحه كده، ليفت لندن، ترك او غادر لندن المكان اللي العصابه فيه بيفور، قبل ما يقتل نانسي. طب يبقى قتلها امتى وفين؟ يبقى الاجابه هنا طبعا هتبقى after killing نانسي، ده كان لازم يسيب لندن بعد killing نانسي. Monks wanted Fagin to make Oliver a student. تعالوا بقى اتفرجوا على الجملة دي، جملة فيها نوع من السخرية شوية. Monks كان عاوز من Fagin ان هو يجعل من أوليفر طالب. حد يقول لي اه طالب في عصابة او طالب في، بس طبعا هي طبعا مش هتبقى student خالص، هتبقى thief، عايز يطلع منه لص. Rose was surprised on knowing that Monks was Oliver's uncle. بالراحة كده روز هي اللي اتفاجئت، كلنا بصراحه اتفاجئنا يعني. On knowing، عند معرفتنا ان مونكس was Oliver's uncle، احنا ما قلناش uncle دي خالص. ايوه برافو عليكو، اللي قال لي half brother اقول له برافو عليك انت كده تمام. تعالوا بقى للرايتنج ونقف بقى شويه كده ونعمل ريست خفيف، احنا عمالين تجروا ورانا في الاسئله والاجابات. الرايتنج هنا لو خدنا بالنا we have three different types of writing. الصياغة بتاعت الكتابة بتعتمد على ايه؟ هو انا هكتب ايه الاول؟ هتكتب في الامتحان يا اما letter يا اما paragraph يا اما احيانا email. يعني عندك ثلاث انواع من التعبير او زي ما بنسميه كده عندنا بالانجلش writing or composition. معظمنا رابطين سؤال الرايتنج بالparagraph، لا الرايتنج ده لوحده معناه قدرتك على الكتابة، انت هتكتب اي شكل، يا تكتب جواب يا تكتب باراجراف لو موضوع تعبير او انشاء صغير، مش مطلوب منك اكتر من 7 جمل. وفي الاخر النوع الثالث الايميل، وطبعا كلنا بينا ما شاء الله بنعرف ايميلات كويس قوي. طيب لو انا هكتب ليتر اكيد في لاي اوت، في سيستم للكتابه. يعني انت لما تيجي تكتب ليتر مش زي ما هتكتب باراجراف، مش زي ما هتكتب ايميل. تعالوا كده نتفرج على عينتين سرعه كده ونشوف الليتر تنسيقه ازاي عشان ابقى ضامن الدرجه بتاعته. بصوا كده معايا، أول حاجة هنا letter writing. إيه ده بقى؟ ده العنوان. لازم يتكتب بالشكل ده. طبعًا الصغير الأول 25 علي كامل ستريت. أه رقم الشارع. الشارع ده فين؟ دقي مثلًا. بعد كده جيزة. إيجيبت. إيجيبت دي إمتى؟ إمتى أكتب إيجيبت؟ لو أنا عاوز أكتب الجواب ده لبره، طالع لأي أخ صديق أو أي معرفة في الدول الأوروبية أو الدول العربية مش شرط أوروبا. والتاريخ بتاعنا 28 ديسمبر 12 أو 2040. طيب بصوا كده Dear المقدمة، طبعا زي ما احنا شايفين كده في spaces لأن أنا مش هكتب لك كمان Dear مين، يعني هو هيبقى كاتب في الامتحان اسم صديقك. It's a pleasure to write you this simple letter, hoping you are sound and safe. أتمنى أن أنت تكون بصحة جيدة ودي فرصة سعيدة أن بكتب لك هذا الخطاب وكده. I write you، كل دي مقدمة. خش على طول بقى على المفيد، أنت هتقول له إيه؟ I write you this letter to tell you about. About دي أجيبها أنا بقى منين؟ أنا كطالب هسأل نفسي. أجيبها أنا إزاي؟ هو هيبقى كاتب في السؤال about كذا. هيبقى كاتب لك ظرف معين، نجحت، خبر كويس، هتسافر تقعد عنده أسبوع، هتتعلم لغة، يستقبلك في المطار، كل ده هتبقى أنت مدركه. وآخر حاجة finally I wish to get your answer as soon as possible with my best wishes ويورز. عندك في الآخر هنا يورز واضحة قوي، يعني زي ما بنسميها كده التوقيع. وفي الآخر اكتب اسمك اللي انت مكتوب لك في ورقة الأسئلة. طيب واحد هنا هيقول لي ايه، لنفرض ان ما جاش لتر، جه السؤال ده write a paragraph of 7 sentences about one only of the following topics. يا إما يديك عنوان واحد بس أو يديك عنوانين
ويقول لك اختار فيهم your future dreams for Egypt، الاختيار بتاعك اللي انت عايز تكتبه خاص بقى في مصر وعايز تشوف احلامك ايه اللي انت عايز تكتبه. النوع التاني يقول لك هنا life in the country، الحياة في الريف. طيب الحياة في الريف لو انت بتحب تكتب عنها مهم جدا نعمل حاجة بسيطة جدا، سيبوكوا بقى من الشاشة وتعالوا لي هنا دقيقة واحدة. احنا عندنا الجمل لازم تتكتب بتنسيق معين، يعني محدش يقول لي هل في مقدمة معينة لازم اكتبها؟ It's not important whatever you are going to start. ما تحاولش تحفظ جمل او ما تحاوليش تحفظ جمل شكلها رنان، كلمات ليها طابع حلو لغوي جميل، لكن لما اجي ابتدي اكمل عليها وبعدين هيبان الفارق ما بين المستوى بتاعك والمستوى اللي انت كاتبه في الاول. يعني انا حفظت جملتين ثلاثه في اول السطر، المقدمه دي تمام متشكرين قوي، انت بقى مستواك انت فين؟ هيتكشف هيتكشف. فقدراتنا احنا لازم ننميها من دلوقتي. simple does it، يعني ايه؟ البساطة تؤدي لنهاية الأمر. حاول بقدر الإمكان تبقى جمل بسيطة جدا، وتعالوا نبص على كده جملة، جملة سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة خالص، وهو موضوع أنا يعني حاولت إن أنا أكتبه بسرعة عشان نشوف كده هتعملوا فيه إيه. واحد كاتب لي هنا My homeland Egypt، وطني مصر، deserves a better future، يستحق أن يكون له مستقبل رائع. As everyone has not the what problem it faced in the past and surely it will face in the future. معناها إيه؟ هي قابلت بعض المشاكل في الماضي وأكيد في المستقبل. لكن so every one of us should bear in mind how to work for the country and do their best. لازم كلنا نشتغل لدولتنا ويبذل قصارى جهد to create a new country. طالب يقول لي أنا في مصطلحات مش عارف زي كلمة create. طيب بلاش create، to make a new country enjoying peace and security. ندور على دولة تستمتع بالمستقبل وترى الحياة شكلها ايه في الأمان. More schools should be built. طالب يقول لي أنا ممكن أقول عايزين نحل الحكاية دي، نبني مدارس كتير. كويس تمام. Factories as well are supposed to be established. والمصانع كذلك. بقول له برافو عليك أنت كده 100 100. يبقى هو حلها لي، المشاكل تتحل بالتعليم وبالاقتصاد في صورة إيه؟ المصانع. As well as are supposed to be established. Established هنا معناها يؤسس. أنا مش عارف كلمة established الكبيرة دي، اكتب build. حاول تجيب كلمات بسيطة وسلسة، مش مطالب أنت بالحاجات الصعبة قوي دي. To make more jobs as work and industry make a better country. لأن فعلا هنا كاتب إيه؟ better jobs أو more jobs and work، العمل والوظائف هي فعلا اللي بتخلق مستقبل افضل للدولة. طيب هو احنا لما نيجي نكتب موضوع زي ده نكتبه وخلاص ولا انسق الافكار؟ It's more important for you. It's the most important item in writing a telegram or a paragraph or a letter. How to be focused. انت لازم تكون مركز. هتكتب ايه؟ وهتكتبه ازاي؟ والتنس بتاع الكلام، الزمن همشيه ازاي، التناسق الزمني. اكتب اي حاجه وخلاص، احط زي ما يجي على بالي، انا فاكر جملتين في البريزنت بيرفكت حلوين وجمله كمان فيوتشر سيمبل، اقول له لا انت كده مش مركز في الكلام. يا ريت نركز اكتر عشان يبقى على الاقل السياق، لان لسه في سؤال جاي ورا كمان الترانسليشن، هنشوف دلوقتي الترانسليشن شكله ايه. فيا ريت نبص مع بعض تنسيقك للحديث. وسريعا عشان الوقت ما يسرقناش بسرعه، تعالوا نشوف كده سؤال كده في الترجمه. بيقول لي هنا ايه؟ Free reading builds man's character. يعني القراءة الحرة تبني، احنا هنكتب الترجمة كمان شوية بس أنا بحاول أفكها لك يعني. Builds man's character yet the number of readers is decreasing. يت هنا واحد يقول لي حتى الآن، أقول له طيب ما فيش مشكلة بس ممكن أقول إيه؟ ورغم ذلك أو مع ذلك عدد القراء is decreasing، يقل year after another. تعالوا كده نشوف العربي. القراءة الحرة تبني شخصية الإنسان. واحد يقول لي يا مستر ممكن أشيل كلمة الإنسان وأكتب المرأة؟ أقول له يا ريت تكتب حاجة زي كده، يبقى كويس جدا. رغم أن أعداد المهتمين بالقراءة تتناقص عام بعد الآخر. تمام؟ شوفوا الجملة دي. Egypt is a pioneering country in protecting children against various diseases. بالراحة كده مصر مالها؟ كلمة country دولة. ايه بايونيرنج دي؟
هشيل ان جي كده واكتب بايونير يعني رائد، يبقى اذا هي دولة رائدة. in protecting children، حماية الأطفال ايه بقى، من ايه او ضد ايه؟ various diseases. تعالوا نشوف كده، مصر دولة رائدة في مجال حماية الأطفال من العديد من الأمراض. طلبة تقول يا مستر أنا كده يعني بحاول بقدر الإمكان إن أنا أقول على قد ما أقدر، أقول له ماشي، بس يا ريت بعد ما تقرأ وتشوف المعنى لو أنت حبيت تعدل مفيش أي مشكلة. طبعا to this point we come to the end of our episode for today. First we would like to tell you you have worked hard all the year around. أنت اشتغلت كويس. So don't lose faith in yourself. With best of our luck, best of our wishes, good luck, and God be with you. Goodbye. In the name of Allah, the most merciful and ever gracious, our dear students of secondary stage, second grade, welcome back to your weekly episode, School on Air. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مدرسة على الهواء ومراجعة سريعة قبل الامتحان. طبعا الامتحان بكرة بعده مش هتفرق كتير معاكم، المهم you are quite ready. We are sure about that. طبعا احنا متأكدين انتوا حلتوا كتير. Okay, so the test is not your enemy. It's supposed to be your friend. طبعا التست احنا عارفين انه لازم يكون صديقك لي. It's the first step to get excellent top marks on this test. عشان تجيب درجات كويسة لازم تبقى داخل مش خايف الامتحان. طيب عشان ما خافش من الامتحان. First you have to read the test before you start answering. انا استلمت ورقة الاجابة، ورقة الاسئلة طبعا، ورقة الاجابة معاك في اللجنة. ما اجاوبش على طول، ما ينفعش، لازم الواحد يبتدي ستيب باي ستيب زي ما بيقولوا، او تراي تو ورم اب يور مايند، شغل مخك شويه وسخن دماغك الاول وبعد كده هنشوف هنحل ازاي. طبعا احنا بنبتدي بالاسئله التقليديه اللي عندنا في الامتحان، سيتويشنز والسبيكرز والفايند ميستيك والحاجات دي كلها، دي كفيله انها تقول لك ان انت يو ار وركينج اون ذا رايت تراك، انت فعلا ماشي كويس. طبعا الكلام ده بعد ما تكون حليت على الاقل 10 15 20 امتحان، مش عايز اقول لك 100 امتحان ولا حاجه، لا 10 tests exactly are the quiet scale for your standard. 10 12 امتحان كويس قوي، حليت فيهم وجبت درجات كويسه ليك، خلاص. تعالوا بقى نتفرج مع بعض، نشوف الامتحان هيبقى ازاي ونتعامل معاه ازاي، وهنحاول نسيب لكم ثواني، مش هنقول الاجابه على طول، عشان برضو يبقى تيست ليك او ليكي قبل ما نشوف ليله الامتحان شكله ايه. Okay, let's start with us with the first item of the questions. نشوف اول سؤال عندنا، سؤال بنسميه situations. نشوف حالا هيطلع على الشاشه دلوقتي. Someone asks you about the way to Mr. Bank. Someone asks you about the way to Mr. Bank. واحد بيسألك الطريق على أو إلى بنك مصر. شايفين كلمة Mr. Bank؟ بنك مصر فعلا اسمه كده. طيب ها هقول له إزاي الطريق؟ أنا هرد عليه وهعرفه إزاي؟ أيوه، واحد يقول لي will. will يعني حسنا، بداية الحديث، لأنه واضح إنه غريب عليك، هتقول له take this street till the end then turn right. خد الطريق دوت او الشارع ده حتى نهايته، كلمه till the end حتى النهايه. then turn right، عايز بقى تقول له شمال، تقول له يمين، خليك بقى يمين احسن عشان تبقى الطريق بتاعنا يمين على طول ان شاء الله. طيب موقف تاني بيقول لي هنا someone asks you about the way. عفوا السؤال ده اتكرر مرتين، ادي الاجابه خلاص اهي. نشوف السؤال اللي بعده على طول. you ask about the way to the citadel. المره دي بقى انت اللي مش عارف الطريق، قبل كده انت اللي بتتسأل، المره دي انت اللي بتسأل. you ask about the way to the citadel. citadel اللي هي القلعه طبعا. ابسط حاجه excuse me، المصطلح ده احنا بنحطه ليه؟ لان في الغالب انت وقفت واحد ما تعرفوش لاول مره، لازم تقوله الحته دي excuse me، او ممكن تقول له sorry، وسوري مش معناها اسف هنا، معناها عفوا يعني. where is the citadel please، يا ترى فين القلعه. next your classmate asks you about a story you have read recently. classmate هنا بمعنى زميل الفصل، بيسألك على قصة انت لسه قريها من فترة قريبة، يا ترى هتقول له ايه؟ I think this the most interesting story I have ever read. اعتقد دي افضل قصة قريتها. ده رأيك، واحد تاني يقول رأي عكس، المهم احنا بنقول لك اقرب حاجة ليها. اوكي نتفرج بقى على السبيكرز. السبيكر هنا بمعنى ايه؟ حد بيكلم حد، انت بقى حدد لي المكان فين ومين بيكلم مين. مهم قوي اخد بالي من الحته دي. first before you start answering the speakers. السبيكرز ده كان زمان اسمه ميني دايلوج، كنا مضطرين نقول لك مين بيقول لمين. لا ما كانش الكلام ده كده،
كان الاول انت مضطر تقول سؤال على اجابه او تقول اجابه على سؤال، تبقى انت متحدد. هنا السؤال ده كانوا موفقين فيه في تعديله من ميني دايلوج للسبيكرز، عايز يقول لك انت لما تيجي تتعرض لموقف زي كده هتتكلم ازاي. طب انت خلاص اتكلمت وعرفت، حدد لي بقى، قلبنا الايه، اتنين بيكلموا بعض، يا ترى فين المكان ومين بيكلم مين؟ محدش طبعا ما يستسهلش كده ويقول لي احمد وابراهيم والكلام ده كده غلط. احنا المطلوب نبقى عارفين بالظبط مين اللي بيتكلم، يا ترى باسر باي ولا باسنجر ولا ترافلر ولا تاكسي درايفر. انتوا خلاص الحمد لله يعني اتمرنتوا عليها كفايه. تعالوا كده نبص بسرعه ونشوف السؤال ده بيقول ايه. واحد بيقول لي هنا ايه، طبعا كان اي هيلب يو، حالا السؤال هيطلع لكم حالا عشان ايوه كان اي هيلب يو مام. مام طبعا لو خدتوا بالكم احنا حاطين هنا كاما او عفوا ابوستروفي فوق، معناها مادام اختصارا ليها. Can I help you madam? 3 kilos of oranges please. اللي بيتكلم هنا اي خدمة فبتقول له عايزة 3 كيلو oranges. Here you are فاكرينها طبعا بمعنى اتفضل، الحاجة اللي انت عايزها هي. Thank you. وطبعا هنحسب والكلام ده كله. طيب 3 كيلو برتقال، يبقى احنا واقفين فين؟ في ناس تقول لي سوق، في ناس تقول محل خضار وفاكهة، في ناس تقول حاجات كتير. تعالوا نشوف كده احنا هنقول لكم ايه. green grocers الخضري، كلمة grocer لوحدها دي بقال، لكن لما احط قبلها كلمة green grocer المحل بتاع بيع الخضار والفاكهة لان هو بيبيع الاثنين. وشفت الابوستروفي اس هنا؟ ابوستروفي اس هنا معناها المكان اللي شغال فيه الراجل ده، يبقى اذا دي محل مش الراجل نفسه. green grocer ده الخضري او الفكهاني اللي هو بيسأل لها اي خدمة، وطبعا اللي بياخد الحاجة ده بنسميه الكاستمر اللي هو الزبون. نقرا اللي جاي ده بقى وناخد بالنا منه شويه. passport and tickets please. here you are طبعا here ناقصه ايه معلش. here you are window or aisle seat. window كلنا عارفينها بمعنى نافذه. طب aisle الطرقه او الممر، يعني حد بيقول لك يا ترى عايز كرسي جنب النافذه جنب الشباك ولا على الممر جوه الطياره، فبيقول له window seat please. كرسي على النافذة، طبعا كلنا بنحب نتفرج من الطيارة من الشباك طبعا. Okay, seat 24A, boarding will be at 10 o'clock from gate 25. ادي التعليمات اهي، كرسي رقم كذا، boarding will be، خدوا بالكم من كلمة boarding، صعود الطائرة، معنى كده ان انت لسه ما صعدتش الطائرة. الساعة 10 من gate 25، gate هنا بمعنى بوابة. فين المكان ده؟ في ناس كتير بتستسهل وتقول لي الطيارة المطار، ماشي، اوكي، airport. واللي بيحجز التذكره والمسافر. طب ما تيجي بقى نحددها اكتر ونشوف مين اللي بيتكلم. واحد كتبها بدقه تشيك ان ديسك، مكتب تاكيد الحجز، ما انا معايا التذكره والباسبور لسه هركب الطياره فهياكد لي حجزي على الطياره. واحد طالب او طالبه تاني تقول لي ايربورت تيرمينال، تيرمينال هو المبنى الاداري اللي هو المطار. تمام كل ده تمام. يا ترى بقى مين اللي بيتكلم في الاول خالص اللي عايز الباسبور والتذكره؟ تشيك ان كليرك، خدوا بالكم اللي فوق كان ديسك، ده المكتب بتاعتك كده الحجز، هو مش مكتب هو كونتور صغير كده، لكن هنا ده الكليرك ده الموظف اللي بيتناول الورق وبيتعامل معاه. مين اللي مسافر بقى عندنا؟ ده الترافلر. في ناس ممكن تقول لي باسنجر، طيب اقول له طيب احنا لسه ما ركبناش فيا ريت نخليها ادق من كده وتبقى ترافلر لان انت لسه واقف على رجلك. تعالوا بقى شوف الموقف ده. بليز فاستن يور سيت بيلت، فاكرين كلمه فاست؟ فاست بس من غير الاي ان بمعنى سريع او يصوم. لما انا احط اي ان هنا قلبتها بدل ما صفه خليتها فعل، فاستن يعني اربط او شد. هشد ايه بقى؟ يور سيت بيلت. سيت انا عارفها بمعنى كرسي وبيلت ها تمام اللي قال لي فعلا حزام الامان اللي هو بتاع كرسي العربيه او الاخر يعني. سير اربط حزام الامان لو سمحت. ار وي اباوت تو لاند؟ ده ما طلعتش عربيه، ما نستعجلش في الاستنتاج. كلمه لاند هنا بمعنى حد قال لي ارض. طيب كويس، بس شوف حرف الجر تو ده، تو لاند لكي نهبط، يبقى مش ارض خالص لسه، يبقى احنا قربنا نوصل او قربنا نهبط. فبتقول له يس ان ا فيو مينتس، في خلال بعد دقائق هنهبط بالطائره. واضح قوي انها طائره، واضح جدا يعني. طيب نشوف كده البليس هيبقى ايربلين. واحد يقول لي بلين بس، هقول له تمام مفيش مشكله. هنا الكلام اللي بيقول جوه الطياره اكيد هيبقى شغال في جوه الطياره نفسها، ده طقم الطياره. فلايت اتندنت
اللي هي طاقم الضيافة اللي احنا بنسميه مضيف جوي. طبعا دي تمشي مذكر ومؤنث، لأن الطيارة بيبقى فيها ده وده. ممكن حافظ طالب منكم كلمة اير هوستس بس، اللي هي مضيفة جوية. أنا لو شلت الـ ESS بقت اير هوست لغاية هنا بقى مضيف جوي، يبقى ده كده المذكر. في زمان كان ليها مصطلح، ويمكن الناس في الطيران ما بيحبوش يقولوا دلوقتي، اير ستيوردس. ستيوردس كلمة كبيرة شوية، هم دلوقتي كل ده معناه واحد، فاحنا اتفقنا خلاص أي حاجة في دول. اللي بيتكلم هنا طبعا اللي بيرد عليها أكيد هيبقى باسنجر. عايز تقول ترافلر أوكي، بس تقديرا للموقف إنه باسنجر فعلا. طيب احنا هنقف هنا لغاية الحتة دي ونتكلم يعني بصراحة أكتر. احنا عندنا 18 or 16 questions in the choice. عندك 16 سؤال في التشويس، والتشويس ده احنا بنسميه ذا مارو، او اللي بيسموه ذا جوس، عصاره المنهج. عصاره المنهج بمعنى الفوكابلري اند ذا جرامر ايتمز. احنا ذاكرنا كتير وحفظنا كلمات كتيره جدا جدا، وبقى داخلين مش عارفين هنعمل ايه. انا اقول لك تعمل ايه ببساطه جدا، او اقول لك عشان ما نقولش بس للصبيان فقط. احنا عندنا كلمات كتير جدا في المنهج. When you start try to revise the words of the text، انت بتحاول تراجع الكلمات. بتراجعها ازاي؟ محدش فيكم فكر يمسك كتاب الوزاره ويشوف التكست ويقرا تاني. طلبه كتير يقول لسه تكست يا مستر؟ ايوه لسه تكست، لان التكست فيه كلمات متاكد عليها ان هي دي the most important items in the syllabus. دي من اشهر والمع الكلمات اللي موجوده في المنهج، والا ما كانتش الوزاره طبعته بالبولد. بولد اللي هي الطباعه الثقيله شويه، يعني اللون كله خفيف. وجينا عند الكلمتين دول، طبعا هم مش اتنين بس، يعني هنقول 5 أو 10 كلمات. يبقى انا عملت لك ايه؟ نارو داون ذا سكوب، قللت لك حجم الكلمات اللي انت المفروض تبقى حافظها. عندي الترم الاولاني 9 وحدات وزيهم في الترم الثاني. لو انا قلت لك في كل وحده 10 كلمات بس، يعني 90 كلمه لو حددت لك، لو انت داخل تنشن على الامتحان. لكن احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول انت هتقرا المنهج بالكامل وتركز اكتر على الكلمات دي. ومع ذلك تعالوا نبسط الامور شويه ونشوف كده عينه الاسئله اللي احنا جايبينها، لان انت عندك نص الاسئله للتشويس، يعني 8 questions to the vocabulary items. طب والثمانيه التانيين اكيد ردوا عليا خلاص، برافو عليكم، يبقى الباقي جرامر. تعالوا نشوف كده الاسئله دي هيبقى نظامها ايه. اول سؤال عندنا في التشويس بيقول لي ايه؟ حالا هتظهر لكم حالا ايه؟ When they arrived they were exhausted because they for nearly 15 hours. حالا السؤال طالع حالا اهو للتشويس. When they arrived they were exhausted. هنا بيقول لما وصلوا كانوا متأخرين. عفوا السؤال ظهر فعلا. When they arrived they were exhausted. لما وصلوا كانوا متأخرين أو كانوا منهكين أو تعبانين. طيب إيه بقى اللي حصل هنا بقى؟ Because they for nearly 15 hours. لأنهم تقريبا كانوا لمدة 15 ساعة. كاتب لي بقى had flown had been flying flew have flown. ده احنا بقى شغالين على فعل واحد اللي هو fly بتصرفاته. شايفين الجمله اللي فوق دي بيقول لي arrived when they arrived، الجمله اللي بتنور الزمن وبتخليني ااكد عليه ده past simple. طلبه كتير تقول لك ايه بس، يبقى التاني past perfect. اقول له طيب بص الجمله كده، هم وصلوا متاخر لان هم كانوا مرهقين جدا، لان هم طاروا لمده 15 ساعه. ما ينفعش past perfect هنا، لان الجمله دي بتدل على استمرار حدث لزمن معين. في الحاله دي لازم اخد had been flying، يعني كانوا مستمرين في طيران لفتره طويله، عشان كده استعملت الباست بيرفكت كونتينوس. نشوف اللي بعده. He is a or an، وناخد بالنا لان بيبقى في تريك هنا في السؤال. هو بيكون ايه؟ He collects payments on a bus. بيجمع الحاجات اللي بتدفع، يعني المستحقات الماليه يعني في الاتوبيس. مستحقات ماليه ده مين اللي هياخد؟ يعني تذاكر بالعربي. كاتب هنا بورتر، درايفر، كوندكتور، اونر. اونر هنا بمعنى مالك، فطبعا يعني ما حدش بيملك الاتوبيس بتاع الحكومه، يبقى اذا ده شغال ايه؟ تمام، كوندكتور اللي هو المحصل. نشوف اللي بعده. Would you like to go to the sea on a ship؟ لو احنا فاكرين الوحده بتاعت موبي ديك طبعا، اصطياد الحيتان. كاتب هنا ويلينج شيب، ويلز، ويلز، ويل. حافظين احنا ويلينج شيب، تمام، سفينه لاصطياد الحيتان.
اللي بعده someone sleeping. someone's sleeping هنا يعني أحدهم نائم. ومعلش بقى قبل ما أجاوب على السؤال ده تعالوا لي كده ثواني ناخد بالنا عشان عندنا الكويستشن تاج ده سيريال جرامر موجود عندنا في أولى وتانية وتالتة ثانوي. الكويستشن تاج ده سهل جدا 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 بس معظمنا أحيانا مش عايزين نقول كتير يعني بيبقى مش موفق في اختيار الإجابة. احنا هنمسك السؤال ده بالأخص ونفتك شوية عليه. إيه هو؟ بصوا كده لما يكون عندي هنا المصطلحات دي someone أحدهم somebody no one no body any one و any body. ايه بقى القصة مع دول؟ دول ليهم حكاية ظريفة قوي. اولا الضمير بتاعهم عشان اجيبه في اخر ال question tag دايما يبقى زي. واحد يقول لي ازاي بقى زي ده احنا بنقول someone احدهم بس هو جملة الجرامر بتاعها على انها جمع. طيب ماشي هنا بقى ده التريك. التريك يعني ايه؟ دايما الفعل لو present simple هيبقى اخره اس لان احنا هنعملها على انها ضمير فعل مفرد لكن العائد عليه يبقى غايب. يعني مثلا someone is احدهم at the door احدهم على الباب. تخيلوا جملة زي دي واحد بسيط جدا وهيبص لها ببساطة يقول ايه isn't ويبقى isn't هي. هقول له لا احنا اتفقنا ان هي زي خلاص. ايه بعمل ايه بقى في الفعل اللي هيجي قبل منه؟ فاكرين الجملة لما تكون positive بنجيب لها فعل مساعد يبقى negative بدل is اكيد هتبقى isn't بس انا بتكلم مع زي وزي ما تشتغلش مع isn't تبقى aren't. aren't they. تاني ونقولها بشكل تاني جملة تانية بصوا كده no one was at the door. لم يكن ثمة شخص ما على الباب. أولا الجملة نحددها اتفقنا بقت زي أوكي تمام. طيب no one بتقولك إن أنا كده الجملة دي منفية. طيب أوكي was الفعل ده زمنه ايه؟ past simple مع زي مش هيمشي هيبقى where. القصة بقى في where ولا weren't؟ احنا اتفقنا جملة منفية هتبقى where زي. طيب مش هيسألك في الا someone ولا anyone ولا كلام من ده. واحد بيقول لك هنا زي haven't got a car هما ليس لديهم سيارة. haven't got جملة مركبة اهي زمن بتاعها present perfect برافو عليكم جملة منفية صح. عايزين نجيب question tag احنا متفقين بقى خلاص زي هو جاي معانا اهو زي بس فاضل ايه haven't دي هعمل معاها ايه؟ يقول لي الجملة منفية هرجعها مثبتها يعني القصة ببساطة جدا هتبقى have they. ها افتكرنا كده؟ تعالوا بقى ارجعوا لي تاني للسؤال اللي عندنا على الشاشة ونشوف هنحله ازاي. انا عندي هنا بيقول لي someone is sleeping احدهم نائم. يا ترى الإجابة هتبقى إيه؟ هديكوا ثواني تفكروا كده. aren't they تمام خلاص أنتوا حفظتوا بقى someone هنا هيبقى جمع يعني زي الضمير بتاعه. شوفوا لي الجملة اللي بعديها is the study of people their beliefs and customs دراسة الإنسان عاداته وتقاليده. طبعا كاتب تحت paleontology من تحت خالص أهي علم الأحياء أركيولوجي علم الآثار سوسيولوجي علم الاجتماعيات وأنثروبولوجي علم دراسة الإنسان واضحة جدا. اللي بعده I go to hospital tomorrow to have my eyes checked. tomorrow غدا أنا عندي must يجب أن will have to يجب أن وhad to كان يجب أن وhave got to يجب أن. إيه القصة دي؟ القصة ببساطة إن طالما كلهم معناهم واحد فاضل أبص على التنس. It's the most important thing to look at the word tomorrow. شايفين كلمة tomorrow؟ واضحة قدامكم في الجملة. خلاص بعد أوتوماتيك will have to.
لو كاتب لي yesterday هتبقى had to، يبقى لازم أخد بالي من زمن الجملة. طيب he deserved an award for his bravery، هو استحق ايه award هنا بمعنى او award جائزة نظير شجاعته. he deserved ايه بقى؟ ناس حافظة يقول لك ing كويس، بس هو يستحق ان يعطى، احنا واخدينها على سكة الباسيف. he deserved to be given، he deserved to be given يعني استحق ان يعطى، يعني هو خلاص خد الجائزة. That building is dangerous. هذا المبنى خطير. It ought وقفت. طلبة كتير هتجري تقول تو. طب ما لو خدت بالك في عندي تحت be knocked. To knock. To be knocking و to be knocked. يلا يا سيد بقى. أنا عندي ما شاء الله تو تلاتة. هتاخد أنهي واحدة حسب المعنى. تاني جملة. That building هذا المبنى is dangerous. خطير. It ought to be knocked down before it falls down. برافو عليكم. في احتياج أو يجب أن يتم knock down بمعنى يهدم أو يزال قبل أن يقع. تعالوا نشوف الجملة دي. سانت كاثرينز من المزارات السياحية اللي جميعا نفخر بيها في سيناء. مزار سياحي مجرد مش مجرد ديني وبس، لا ده تاريخي كمان. ما تنسوش أننا بنقول هنا سانت كاثرين is the oldest Christian monastery in the world، دي أقدم كنيسة في العالم. سانت كاثرينز was built in the 6th century، بنيت في القرن السادس عشر. حد هيقول لي فورتس، هزعل جدا منه. فورتس يعني قلعة، بس قلعة حربية. monastery دير، palace قصر، temple معبد، يبقى أنهي واحدة؟ تمام، اللي سبقني وقال لي monastery دير يبقى برافو عليه. طيب شوفوا كده السؤال ده. our ancestors اللي هم أسلفنا، أجداد الأجداد زي ما بنقول. our ancestors were people who collected their food by hunting. يا ترى الناس اللي هي بقالها آلاف السنين دي لما كانت بتاكل بتاكل ازاي؟ كاتب لي هنا foreign, primitive, remote, strange. نشوف كده. primitive هنا ناس ممكن ما تعرفهاش، يعني ايه؟ وازعل جدا لانك مش عارفها لانك موجوده في المنهج. بدائي، انسان بدائي يعني عايش حياه بدائيه، فكانوا عايشين على الصيد. طيب نشوف دي كده. for Egypt tourism is the second earner of foreign after oil. كلنا حافظين earner. طب احنا مش هنجيب earner، احنا خلاص جبناها في السؤال مش هنجيبها كاجابه. تعتبر المصدر الثاني لإيه؟ foreign money culture currency tourists. يا ترى مين سبق وقال لي؟ برافو عليكم. currency اللي هي foreign currency العملة الأجنبية. طيب we are on holiday، احنا دلوقتي في أجازة. so we go to bed early، وده الحاجة اللي مش كويسة فينا. نخلص الدراسة من هنا ونخلص من الامتحانات نقول لك يلا بقى احنا مش مضطرين نروح ننام بدري، يعني مش مضطرين ننام في الاجازه بدري. طبعا كاتب هنا mustn't، يجب الا، don't have to، مش مضطرين او لسنا في حاجه. انا بترجمها لك اهي، هتبقى خلاص هي دي don't have to، لسنا في احتياج الى او لسنا مضطرين للنوم بدري. Hani is sad that his blue cat has. هاني زعلان لي ذاتنا لأن his blue cat has he is looking for it now. القطة بتاعته مالها؟ لأنه بيدور عليها. has missed دي طبعا واضحة قوي ما تمشيش معانا. gone missing هنا بمعنى ضل أو فقد، ضل المكان يعني خرج ويتفسح وجه يرجع ما عرفش. دي دايما بنقول لك gone missing للأفراد اللي هي أو الحيوانات عموما، يعني اللي راح في مشوار وما عرفش يرجع لطريقه تاني. في الحالة دي لازم ناخد بالنا لان انا عندي مس ليها اكتر من معنى. I miss you يعني انا انت وحشني مثلا. I will miss you يعني انت لما هتمشي هتوحشنا او احنا هنفتقدك. واحيانا يقول لي هنا ايه she missed her train، يبقى ما افتكرش يقول لك ده القطر بتاعها وحشها، لا she missed the train معناها راحت المحطه كان القطر مشي، معناه انه القطر فاتها. هنا بيتكلم على قطه واضح انها خرجت ودارت طريق، يبقى اكيد الاجابه هتبقى ارجعوا بسرعة كده وشوفوا على الشاشة، هتبقى gun missing ضل وما رجعش، ضل الطريق يعني. اوكي نشوف ده كده. I you this restaurant. The foods are good and the clerks are excellent. ماله بقى المطعم ده؟ بيقول لك الأكل هناك رائع والكليركس الناس اللي شغالة في المطعم ممتازة. تعالوا بقى نتفرج على advice كده، شوف مكتوبة ازاي. واحدة S
واحدة سي. طبعا ادفايز هنا ينصح، يقول لك ادفايز تو ستادي، انا بنصحك انك تذاكر. ادفايس هنا بمعنى نصيحة. طب ودي مش نصيحة، هو واحد بيقول لي هنا انا افضل ريكومند يا مستر. اقول له طب استنى ما نكمل كده. اكوموديت هنا بمعنى يسكن، يقعد واحد في مكان. طيب ريكومند بقى نرجع لها، يزكي عن سابق تجربة، يعني هو جرب بنفسه الحاجة عشان كده بيرشحه، عشان كده الإجابة هتبقى ريكومند. اللي قال ريكومند طبعا برافو عليه، اللي ما قالوش ماشي نعوضها في السؤال اللي جاي. I have read some about Gulliver's travels. طبعا القصة بتاعت Gulliver's جاية دورها بعدين. Most of them favored it. بعض الناس أو معظم الناس بيفضلوا القصة دي. هو قرأ إيه عن القصة بتاعت جاليفر؟ كاتب لي هنا interviews كلنا حافظينها بمعنى مقابلات شخصية، reviews مقالات نقدية، stories قصص، critics نقاد، طبعا هتبقى reviews أرى كذا، تعليق نقدي على القصة دي. نشوف كده الإجابة، معلش هي طلعت بسرعة لكن يلا بقى احنا خطفناها منكم. Some people are worried that modified crops will bring diseases. Some people are worried. بعض الناس بتبقى قلقانة إن ال modified crops، المحاصيل المعدلة. طبعا كلكم سبقتوني وقلتوا genetically لأن أنتوا شفتوها. genetically modified crops اللي هي المحاصيل المعدلة وراثيا، هو مصطلح على بعضه لازم يتحفظ بالشكل ده. Okay. To do better at school than boys. بالراحة بقى كده نشوف الجملة دي. طبعا البنات هتتبسط والصبيان تزعل، لا هي يعني هي حقيقة ان هما اشطر شوية في المذاكرة يعني. كاتب ايه؟ Girls are thought to do better. Men thought. People thinking. It was thought. احنا طبعا فاكرين الباسيف او الكونستراكتيف باسيف اللي بالشكل ده عشان يقول لي هنا تو ويربط بيها جملة تانية لازم يبقى عندي فاعل اللي هما ايه؟ يقال عنهم. ازاي؟ تعالوا بصوا معايا كده هكتب لكم جملة سهلة ويمكن تفكركم بالقاعدة بسرعة. الجملة بتقول إيه؟ حالا people think، الناس بتعتقد that girls are active، ودي برضو حقيقة، يعني احنا مش بنحاول نقول حاجة مش حقيقية، لا البنات بيبقوا أنشط، أنشط شوية في المدارس. أنا عندي جملة لغاية هنا people think that، زمانها إيه؟ present simple، برافو عليكم. الفعل التاني بتاع الجملة girls are active، الناس بتعتقد أن البنات تكون نشيطة. كلنا حافظين القاعدة البسيطة أوي دي، بيقول لي لو هبتدي بـ it عشان أخليها constructive passive هقول it. it هنا يقال يعني إنه يعني. verb to be يبقى it is thought. بالراحة كده دي جت إزاي؟ شايفين think دي؟ كلنا حافظين بيجي الباسيف فيرب تو بي حسب زمن الجمله، اهو از اهو ات از، والتصريف تاتل ثينك بقت ثوت، اتس ثوت ذات، والجمله هتكمل. واضحه كده؟ طيب ايه رايكم بقى لو نجيب جيرلز في اول الكلام؟ اكيد الوضع هيتغير شويه. ازاي؟ فيرب تو بي طبيعي مش هيبقى از، يبقى جيرلز ار، وبيقول بعد الفيرب تو بي اكيد في تصريف تالت، ما هو جاهز اهو، يبقى بي girls are thought، ما فيش ذات طبعا، يبقى تو، وتو هيجي وراها الانفينيتيف بتاع جمله girls. جمله girls فيها الفيرب بتاعها ار، يا ترى فاكرين الانفينيتيف بتاعه؟ تو بي اكتف. واضحه كده؟ طيب نديكوا جمله تانيه بسرعه وورونا هتحلوها لوحدكم ازاي. بيبول هنضحك عليكم المرة دي، هنقولها thought، الناس اعتقدت. بيبول thought ايه بقى؟ the team wins every match، الناس اعتقدت ان الفريق يكسب اي مباراة. دي بقى حقيقة مش حقيقة، دي حاجة ترجع لهم انهي فريق. طيب تعالوا نبتدي it كده، ادي it، حد فاكر thought الزمن ده ايه؟ باست سيمبل، اقول له برافو عليك او برافو عليكي، يبقى فيرب تو بي هيبقى باست سيمبل، يبقى ات ووز. فاضل التصريف الثالث، شكرا، ات ووز ثوت ذات، واكمل ذا تيم وينز افري. بس احنا ما بنتكلمش على كده، احنا بنتكلم على ذا تيم. تعالوا هاتوا ذا تيم كده،
the team. ماله؟ thought في الماضي نفس الكلام هيبقى was thought. ونقف بقى شوية، احنا ابتدينا الجملة ب the team، يبقى هكمل ب to. جملة the team الأصلية هنا الزمن بتاعها أهو، طالما ده present simple هينزل infinitive، يبقى to win every match. قبل ما نطلع بسرعة لنفترض إن دي مش wins، دي مثلا won W-O-N W-O-N، أعمل إيه بقى بعد to؟ يقولك والله لو الفيرب في الحالة دي لما يكون في الباست سيمبل هضطر أقول to have، والتصريف التالت بتاع الفيرب هو هو won اللي إحنا قلناه to have won. وضحت كده؟ أوكي، نرجع بقى للجملة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية وأنتوا اللي هتقولوا لنا الإجابة. حالا اهي الجملة احنا لسه قايلينها من شوية girls are thought، هو قدامكم اهي فعلا دي الإجابة بتاعتنا المظبوطة، يبقى girls are thought to do better at school. طيب نشوف الجملة اللي بعديها I clean my study. واحد يسألني هي my study يعني دراستي؟ أقول له لا، شوف الجملة الأول بتقول إيه. my study هنا معناها غرفة الدراسة، المكان اللي أنت بتقعد فيه، المكتبة الشخصية بتاعتك، ممكن يبقى ليك أوضة جوه البيت لوحدك. طيب نرجع بقى لجملتنا I clean my study myself. فاكرين ان في حروف جر معينه بترتبط مع المصطلحات اللي زي دي، احنا بنسميها الريفلكسيف بروناونز، myself و herself و themselves و ourselves والحاجات دي كلها. فاكرين حرف الجر بتاعهم ايه؟ اكيد هتقولوا حاجه تانية غير اللي انا هجيبها دلوقتي. لا احنا فاكرين ان هي باي، باي ويجي معاها self. وتعالوا بصوا كده على الاجابه حالا هتظهر على الشاشه اهي دلوقتي، I clean my study by myself. by myself مش with myself. شوفوا اللي بعده we add some to let the food live longer. يا ترى المصانع بتعمل ايه او بتضيف ايه للطعام عشان يعيش فترة اطول؟ roots seeds chemicals flavor chemicals. اه شكلها كده مركبات كيميائية، طبعا flavor اللي هي مكسبات الطعم او النكهات، طبعا هتبقى chemicals. My uncle has a glamorous flat. Glamorous flat يعني شقة رائعة. On the fourth room, floor, roof, ground. اللي قال لي floor قبل ما حلها يبقى برافو عليه أو برافو عليكي. The old theater reopened next month. ونقف عندي شوية. كاتب هنا reopened هنا دي تصريف ثالث يعني عايزها باسف. سيتم افتتاحه next month. كاتب has been. will be will have will. يا ترى الإجابة هتبقى أكيد will be السبب، أنا عايز verb to be يبقى جاي مساعد معايا في الباسف، و next month future simple هتبقى will be. تمام، سيتم افتتاحه أو إعادة افتتاحه الشهر القادم. شوفوا لنا الجملة دي بقى، كلنا حافظين الروابط زي after و as soon as والكلام ده كله، بس ناخد بالنا من الجملة دي. written the report it was signed by the director. يعني بعد ما اتكتب تم توقيعه من المدير. after ناس كتير تقول اه after بيجي وراه تصريف ثالث، بس مش تصريف ثالث بس، ده لازم يكون في past perfect يعني had وتصريف ثالث، had مش موجوده يبقى after بره الموضوع. as soon as اختها يبقى الكلام نفسه. having while كلنا فاكرين while يجي وراه past continuous، او لو ما فيش فعل هيجي وراها gerund verb ing. خلاص دي اللي فاضله having. تمام برافو عليكم، اللي طبعا انا خلاص فصصتها لكم بس انتوا المفروض تكونوا فاكرينها قبل ما نتكلم. اوكي it's safe to swim here the water is not very deep. ايه بقى القصه دي؟ انا عندي quit. quit يعني stop، معظمنا حافظها من التلفزيون حتى او من الفيديو جيمز. quiet هادئ. quiet شايفين الايه فين؟ ورا الى حد ما. rather برضو الى حد ما كده اختلفنا، يعني الاثنين دول بره يبقى نتكلم على دي. quiet اللي فوق ديت اللي هي حد ما بيجي وراها دايما جمل فيها نوع من الايجابيه، صفات كويسه، لكن rather صفات فيها نوع من السلبيه، يعني quiet early quiet smart quiet intelligent، لكن rather دايما rather late rather sleepy نايم دايما على نفسه rather، يعني مش عايزين نقول صفات مش كويسه، بس هنا احنا قلنا طبعا المكان quite safe هتبقى الى حد ما امن، فدي اللي هتيجي معانا.
سمير doesn't get money for playing football. سمير ما بيحصلش على أي مال نظير إنه يلعب كورة. يبقى الراجل ده إيه؟ He is A or an. براحتك بقى شوف هتختار إيه؟ Professional, amateur اللي هي هاون, career و referee. طبعا بما إنه ما بياخدش فلوس هيبقى amateur مش professional. Professional يعني محترف بياخد مال مقابل العمل بتاعه. A supermarket is a large shop. You can buy many different items. Supermarket كلنا عارفينه بمعنى المحل أو السوبر ماركت بالعربي يعني محل تجاري كبير. ده بيتكلم على إيه؟ large shop. شايفين shop؟ آه محل. إذن we are talking about a place. أنت كده بتتكلم على مكان. يا ترى الرابط اللي هيمشي معاه إيه؟ تمام برافو عليكم. طبعا في طلبة كتيرة سبقتني وقالت وير يا مستر هو ده سؤال. أقول له بس احذر من حاجة. احيانا لما تستسهل قوي قوي السؤال بيبقى عندك حاجه اسمها اوبتيكال illusion يبقى في خداع بصري. يا هو السؤال ده محتاج حاجه يا مستر السؤال ده بلاش دي. يعني too much confidence leads to the otherwise. يعني الثقه الزياده عن النفس زياده قوي عن اللزوم اكيد بيبقى رد فعلها عكسي. فيا ريت نبقى ندي كل حاجه وقتها وكل حاجه حقيقتها وقيمتها عشان على الاقل نقدر نجيب النتيجه المطلوبه بسرعه. اوكي نرجع تاني كده لبقية الأسئلة بتاعتنا ونشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي find the mistake. ايه قصة بقى find the mistake؟ هاخدكوا دقيقتين كده قبل ما نحل. find the mistake أنا لسه كنت بتكلم في حتة الـ optical illusion وكده. احنا لازم نقرأ السؤال كويس. بمعنى أنا عندي 6 أسئلة. الـ6 أسئلة الغلطة بتاعتهم بتبقى دايما واضحة دايما واضحة. بس لمين؟ to the person or to the student who focuses and makes a lot of attention to the reading or to the text itself. انت قاري كويس هتطلع اجابه لوحدك. احيانا بيبقى في ودنا رادار. انت بتقرا الجمله الكلمه دي انا حاسس انها مش صح جايه نشاز في وسط الجمله او الزمن ده مش راكب مع الكلمه دي. خلاصه القول احنا دايما بنقول هنا try to concentrate. سؤال بقى concentrate ياخد حرف جر ايه؟ اللي ما قالش on نزعل جدا. concentrate on. تعالوا بقى نعمل concentration ونشوف find the mistake بتاعنا الغلطات بتاعته فيه حالا. اول سؤال هيطلع لنا على الشاشة دلوقتي بيقول ايه؟ some children don't like vegetables aren't they. اهو سؤال جاي question tag اهو ما فيهوش كلام. طيب الغلطة فين بقى؟ don't like نخليها didn't like. ليه انت ايه اللي يوديك هناك كده؟ كمل للاخر. يعني دايما بنغلط ونقف لغايه هنا ونستعجل. vegetables aren't they بس ظهرت اهي دي مش راكبه مع دي. يعني don't like مش ماشيه مع aren't they. طب الصح ايه بقى؟ هديكوا ثواني كده. do they. برافو عليكم. ليه؟ لان هي مكتوبه اصلا في اصل الجمله negative form لازم انت تجيبها active form. اوكي my friend lives in a flat which overtakes the Nile. زميلي او صاحبي يعيش في شقة overtakes. عارفين overtake يعني يتجنب او يمشي من جنب حد the Nile. طبعا مش في شقة تتجاوز النيل يعني. يعني عايز يقول ان هي بتطل على النيل تبقى بص عليه overlooks. ودايما دايما بنلعب اللعبة دي معاكم في الامتحانات بتبقى في سؤال مجاوب تاني في حتة تانية. يعني تلاقي دايما في جملة كده في the choice موجودة في حتة تانية بعيدة شوية في find the mistake. يقول لك خد بالك عشان اللي يقرا كويس ويركز كويس هيعرف يطلع الاجابه. نشوف مع بعض هنا overlooks تتكتب ازاي. overlooks O V E R L O O K S تطل على. اوكي الجمله الثانيه بقى the ship drowned to the bottom of the ocean. هي شكلها حلو الجمله دي. المركب غرقت to the bottom of the ocean. طب ما فيهاش حاجه. يقول لك تعالى كده هي drowned معناها غرقه. انت صح بس يا ترى drown بتمشي مع ship. دي sank. برافو عليكو. دي اللي غارقة. امال drown اللي غارقة دي للاشخاص. يعني لا قدر الله وكاتب لي اسم شخص او ضمير او اي حاجة drown تمشي معها. لكن هو بيتكلم على something. شوفوا لنا الجملة دي من غير ما اقراها. انتوا كلكم لقطتوها بسرعة. if I am you I would buy that car it's a bargain. لو انا مكانك طبعا كنت اشتريت العربيه دي. it's a bargain هنا معناها دي صفقه رابحه. if I am you طبعا هنا الغلطه. if I were you
طبعا هنسأل سؤال صغير كده، هي اي تاخد ووز ولا تاخد وير؟ كلنا بيقول ووز. اوكي طب وير ليه؟ وير هير تو ديسكرايب سمثينج ذات از امبوسيبل تو هابن. اف اي وير يو، لو انا مكانك هل ينفع ابقى انا مكانك؟ ده اللي استحاله نتكلم عليه. هي القصه مش اي، ده القصه في وير. if we use anything else but I، يعني انت شيل I حط اي حاجة تانية. if she، واضحة جدا هتبقى was، صح؟ لكن انا هقول إن if she were you، لو هي كانت مكانك. حتى الاجانب بيقول لك ايه in your shoes، هي shoes مش معنى حذاء، لا لو انا في محلك او انا في مكانك in your position، يبقى هنا if I were you grammatically speaking، لو انا مكانك. طبعا ده الاستحالة بنتكلم عليها، عشان كده استعملنا where عشان تبقى مؤكدة للناس اللي مش واخدة بالها منها. نشوف السؤال اللي بعده. A package tour is a holiday planned by a company for tourists at a fixed place. الجملة دي بقى من الكتاب. من الكتاب مش من بره الكتاب. بيقول لنا package tour هنا يعني جولة سياحية منظمة بالكامل من أول ما تخرج من البيت لغاية ما ترجع تاني. دي عبارة عن أجازة مخصصة أو منظمة من شركة السياحة at a fixed place، في مكان محدد. هي at a fixed place موجودة في الكتاب at a fixed price، عند سعر محدد. هما بيقول لك هتاخد كذا يوم بكذا ليلة يبقى بسعر كذا، يبقى fixed price. تعالوا نشوف اللي جاية. historical land is used for growing crops. historical land الأول وهلة تبان إنها مظبوطة، الأراضي التاريخية، بس بذمتك كده الأراضي التاريخية تستخدم for growing crops، لزراعة المحاصيل and keeping animals، وتربية الحيوانات. يبقى الغلطة عندنا هنا أكيد، أكيد في historical. هسيب لكم ثواني كده تفكروا يا ترى تبقى إيه؟ لسه واقفة؟ طب نشوف كده. fertile land، fertile الأراضي الخصبة تتزرع ويتربى فيها المشاكل. eventual he passed his driving test. شكلها غريب كلمة eventual دي. event اللي هي غاية هنا بمعنى حدث. حدث. eventual حقيقي. دي صفة. احنا ما عندناش جملة بتبتدي بصفة. الجملة لازم تبتدي بادفيرب. ادفيرب كلنا حافظينه، اخره لازم يكون فيه ly. يبقى الإجابة زي ما انتم شايفين كده eventually he passed his driving test. هي معناها ايه؟ أنا عمال أقول ادفيرب وادجكتيف والحاجات دي. ادفيرب هنا معناها ظرف. ظرف مكان، ظرف زمان زي ما بيقولوا، حال الجملة، حال الفعل. يقول لك أخيرا نجح في سواقة أو في امتحان السواقه. واضح ان الامتحان كان صعب شويه، او هو مش بيعرف يذاكر كويس. طبعا اهم حاجه نفرق ما بين التست بتاع الانجليش وسواقه العربيات. Our car will keep out of petrol in 10 minutes. عربيتنا هتحافظ على البترول في خلال 10 دقائق. طبعا بترول هنا مش بترول، معناها البنزين. عربيتنا هتحافظ على البنزين في 10 دقائق، يعني ايه؟ مش واضحه. اي عربيه هتمشي اكيد هتحرقه. الغلطة اهي، شوفوا تحت كده على طول كلمة run. run هنا بمعنى مش يجري، لا خلينا نصين شوية. run out of، برافو عليكي اللي قالت لي يستهلك أو ينفذ أو يخلص، برافو عليكي. run out of petrol in 10. تعالوا بقى نتفرج على حاجة استراحة سريعة كده في Gulliver's Travels. زي ما كنا بنقول لطلبة زمان قوي، أنت حافظ السؤال ده؟ أنت حافظ الإجابة دي؟ السؤال ده صح، بس للأسف ما بيطلعش ناس مخها حلو او دماغها عاليه معانا، او try to widen their scope. مش المفروض نقول السؤال ده. طب منين صح؟ لان كان زمان الامور تختلف، حاليا لازم مخنا يبقى اكبر من كده. انت فاهم السؤال ده؟ لازم السؤال ده اساله لنفسي. انت فاهم؟ كلمه حافظ دي شيلها من قاموسك خالص، او شيلها من قاموسك. طالما بتقول انت فاهم، دوري خلاص كمدرس عدى، او دوري كتيتشر بالنسبه لك عدى. ليه؟ انا فهمتك خلاص. انت you are on your own، انت بنفسك بقى، انت فهمت؟ شوف السؤال بيقول ايه، شوف انت عايز تجاوب ازاي. انت خلاص ما انت فاهم الاحداث، انت عارفها. في قصة Gulliver Travels احنا لو قعدنا نتكلم فيها كتير مش هينفع. احنا عندنا اسئلة تتفهم وتقدر انت تصيغ عليها. The most important to read the question first, focus on the meaning and try to concentrate how you are going to deal it. ايه السؤال الاول؟ ترجمته، الدور ده خلص. ما بعد ذلك أنا هبتدي السؤال من أنهي زاوية؟ بعد ما تترجم تشوف إجابتك. حتة أنت حافظ دي حاول تغيرها شوية. أنت فاهم دي أهم حاجة. طالما فاهم القصة منتهية معاك إن شاء الله، أو معاكي، لأن في ناس كتير قوي، ودي للأسف إحصائية بتقول إن البنات بتحفظ أكتر من الصبيان. هو شيء كويس بس مش كويس قوي يعني. تعالوا نشوف السؤال ده هيبقى شكله إيه. أول سؤال بيقول لي هنا
Why was the farmer willing to sell Gulliver to the queen? ليه الفلاح طبعا احنا عارفين الفلاح خد الايه بتاعتنا ده وقعد يلف بيه شويه بس في الاخر باعه للكوين بتاعه الجزيره. واي؟ ده بيجيب له دخل كويس. ايوه شوفوا الاجابه. He thought that he was going to die. افتكر انه على وشك انه يموت. So he wanted to gain some profit. قال لك بس انا وديته السوق وقعد يجري وبتاع ويتنطط فتعب كام يوم، لا انا الحق ابيعه قبل ما يموت. شوفوا لي السؤال ده كده. What two things did the queen ask the carpenter for? الكوين طبعا لما شافته أعجبت بيه جدا وخدته على طول، فشوف طلبت إيه من الكاربنتر النجار بتاع القصر. Firstly, she asked him to make Gulliver a nice house for him. قالت له اعمل له بيت حلو كويس. طيب secondly, بعد البيت she asked for a small boat to let Gulliver row it. قالت له هو كان شغال بحار وبيحب البحر فراحوا عاملين له قارب صغير على قده وبعد كده سابوه يركب فيه يعني يمارس هوايته. How did the queen punish the servant for putting Gulliver in the bowl of cream? طبعا كلنا من خلال قرايتنا عرفنا ان في سيرفنت احد الخدم في قصر كان حاطط نقره من نقر جاليفر وبيدور له على اي مقلب يعمله. اول مقلب عمله فين بقى؟ He put Gulliver in the bowl of cream. حطه في طبق كبير مليان قشطه اللي هي الكريم يعني اللبن. شوف حصل له ايه؟ She made the servant, الملكه غضبت جدا من السيرفنت. She made the servant wash all the cream from Gulliver's clothes. قالت له انت اللي بهدلته كده يبقى انت اللي تنظف له هدومه. Why didn't Gulliver break his neck after the giant baby dropped him? فاكرين اول ما ظهر في الجزيره الثانيه البيبي الصغيره اللي كان قال ديت it looks like a big elephant بالنسبه له لما وقعته من ايديها طبعا كان ممكن يموت بس كان lucky بقى. Luckily he dropped on a thick blanket which saved his life. حظه ان هو وقع على بطانيه كانت طريه شويه قللت الصدمه بتاعت الوقوع. Why was it important for Gulliver to lock the door of his house? احنا خلاص اتفقنا الملكه طلبت من الكاربنتر يعمل له هاوس. ضروري قوي يبقى له باب ومفتاح وكده؟ اه ليه بقى؟ Not to let bees and other flies to get inside and eat his food. ناسين ان كان في بيز شويه نحل بيخشوا يضايقوه ويحاولوا ياخدوا الاكل بتاعه. في سؤال بقى احنا بنقول دايما الفايند ميستيك ناخد بالنا منه. احنا بنجاوب على السؤال. تعال شوف لي سؤال متجاوب عليه، يعني جمله هتيجي تقرا من خلال فهمك للاحداث هتحس ان في حاجه غلط. خد بالك ده مش جرامر. المره دي ده قصه. يبقى اذا هتسال على الاحداث او على الشخصيه او على المكان يعني في حدود اللي انت تقدر عليه او اللي انت تقدري عليه. نترجم كويس ونشوف كده هنعمل ايه في الجمله دي. جمله سهله جدا. When the baby giant dropped Gulliver, he was lucky to land on a soft carpet. لما البيبي وقعت Gulliver, he was lucky. هو حلو اه حظه كان حلو. ليه؟ To land on a soft carpet. هو وقع على soft carpet. ما احنا لسه قايلينها من شويه. Blanket تمام. Blanket P-L-A-N-K-E-T. مهم جدا. انا ليه بقول سبيلنج؟ ما هو قدامكم اهو. بنتكي على السبيلنج لسبب، احنا معظمنا كويس في السبيلنج، بس اللي مش كويس فيه يا ريت ياخد باله لان الجمل زي دي بتعتمد على السبيلنج المظبوط. When Gulliver returned back home, he thought that his children are too big. فاكرين لما رجع بعد الرحله الكبيره اللي عملها يا ترى اول حاجه بص على الاولاد بتوعه افتكروه ايه؟ too big. لا هو بالنسبة له ما كانوش تو بيج خالص، كانوا تو سمول. هو بالنسبة له بعد ما قارنهم هو نفسه كان شايف شكله كان عامل ازاي في وسط العمالقة اللي كان معاهم. اه دي جاهزة اهي. Glumdalclitch was the name given to Gulliver. طبعا دي the farmer's daughter، دي بنت الفلاح اللي هو لقاه في الأول خالص. طبعا فاكرين ليه Glumdalclitch كانت مهتمة قوي بجاليفر وهي الوحيدة اللي وقفت معاه كتير. طبعا the queen bought Gulliver from the farmer. الإجابة جاهزة اهي. بدل the queen طبعا the king. فاكرين the king قال ايه لما لقاها مشتري حاجة بسيطة كده؟ لا the farmer played a trick on you and sold you something trivial. ضحك عليكي وبعلك حاجة ملهاش قيمة يعني. A servant carried Gulliver up on to the roof of the palace. Servant
مش طبعا الخادم بتاع القشطه والكريم واللبن، لا ده حاجه تانية. شال جاليفر up onto the roof of the palace، شاله لغايه القمه او الحاجه اللي فوق القصر. ايه ده اللي يطلع بيه لغايه قمه القصر كده بقى؟ a monkey. يعني جاليفر زي ما يكون موعود، مره سيرفنت يقرفه ومره مونكي ياخده ويجرجره على قمه القصر بتاعه. طبعا دي واضحه جدا اهي. جاليفر used his knife to frighten the bees، بيز اللي هي النحل اللي دخله الاوضه. طبعا نايف اهي، اكيد هي دي اللي غلط. هو كان واخد معاه السورد بتاعه وقدر يرعب بيه البيز اللي داخلين بيدوروا على الاكل بتاعه. The queen has three daughters. الارقام مهمه جدا، مش بمعنى ايه طول القمح وطول الذره والحاجات دي، لا يعني الارقام القريبه اللي زي كده. هل الكوين كان ليها 3 daughters ولا اكتر؟ يمكن اقل. 2 daughters. اللي فاكر كده يهبوله برافو عليك. سؤال زي كده ممكن يجي ليه؟ لا ما يجيش ليه، لانه مش بيطلب منك ابعاد كبيره قوي، يعني ده هم فرضين 2. اوكي. Gulliver used a table to read the books in the king's library. جاليفر كان بيحب القرايه زي ما انتم عارفين. المره دي لما لقى الكتب بتاعت الملك، يا ترى يوزد التيبل، استعمل ترابيزه، وانهي ترابيزه دي اللي هيبقى بحجمه هو عشان يقرا الكتب؟ يوزد لادر، برافو عليكم. اللي افتكر كلمه لادر السلم اللي كان بيطلع عليه فوق عشان يدور على الكتب ويقراها. نقف بقى شويه كده قبل ما نخش على الرايتنج. دايما احنا بنقول احنا ما بنخافش خلاص من الامتحان، يعني ذا تيست از يور فريند، اوريدي از يور فريند. احنا حلينا كتير وربنا يسهل وجبنا درجات كويسه حتى في التقييم الشخصي بتاعنا لما بنعرف الكي انسر من ورا. في حاجه بقى ما بنعرفش نعمل ليها تقييم، ايه هو؟ الرايتنج. بمعنى انت هيطلب منك سؤال تكتب فيه في اخر الامتحان، يعني قبل الترجمه بشويه. How to write a telegram or a letter or a paragraph or an email. We have three items, three different items of the writing. الرايتنج دي انا بقيمها واقول دي قمه الابداع الشخصي. يعني في طلبه كتيره بتحفظ داخل الامتحان حفظ باراجرافات. طب هنفترض ما فيش ولا باراجراف منهم انت حافظه، ما احنا متفقين مبدا الحفظ ده غلط. طيب نعمل ايه؟ اقرا، ما تحفظش، اقرا. لان في جمل معينه او في جمل انت هتعجبك، دي ممكن تخليها في مخيلتك وبيحطيها في الحتت اللي هي تتناسب معك. طيب نمسك الموضوع واحده واحده بالترتيب. هنفترض ان احنا جايين لنا في الامتحان لتر، وفي ناس جديدة تفرح قوي، لك يا رب يجي لتر. ليه؟ لانه سهل وانا ادور على السهل. طب ما اكيد الباراجراف برده هيبقى سهل يعني لو انا اتمرنت عليه كويس. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض اللاي اوت بتاع اللتر. لما اجي اكتب انظم لاي اوت، هنا بمعنى تنظيم اللتر، لان العمليه ما بتبقاش هابهازارد كده، مش عشوائي. شوفوا كده اللتر هيتكتب ازاي. طبعا مش ده العنوان. عندي اللتر اول حاجه لازم ارتب ايه؟ الترتيب بتاع العنوان. عنوانك ايه؟ مثلا واحد بيسكن في شارع 45 مصطفى النحاس ستريت، هروح كاتبها له كده 45 مصطفى النحاس ستريت. طب ده فين؟ ناصر سيتي مثلا، كايرو ايجيبت. تاني نتك على كلمه ايجيبت. ايجيبت دي بكتبها امتى؟ لو الجواب ده طالع بره لاي صديق بره مصر. 25 جانوري 2014، التاريخ اللي انت عايزه يعني. دير، وهنا سايب هنا سبيس على اساس اقول لك انت شوف الاسم اللي هو كاتبه لك. Dear, it's a pleasure to write you this simple letter, hoping you are quite fine. بكتب لك الجواب ده، اتمنى ان انت تكون بخير. I write you this letter to tell you about. About دي بقى بتاعتك انت او بتاعتك انت، شوف هو مطلوب ايه في الورقه بتاعت الاسئله. طيب لما اجي بقى اقفل اكيد هقول له finally I wish to receive your reply as soon as you can with my best wishes. طبعا الرد سريع اهو، مش محتاج حاجه، وادي الامضاء بتاعتك. طيب فرض بقى انه باراجراف، يقول لك انا رايت ا باراجراف اوف 100 ووردز. 100 ووردز ديت عشان ما تتخضش قوي، لا انت هتكتب على قد ما تقدر. يعني ديت اللي احنا بنقولك ما تتخضش خالص، مواضيع سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. المهم شوف كده كاتبينه بسرعه كده. لو هنكتب على ايجيبت، ماي beloved country Egypt deserves a visit. مصر تستحق الزياره. As everyone has noticed what treasures it has. لان الجميع لاحظ الكنوز اللي فيها. In the past and surely it will have in the future. كنوز الماضي والمستقبل. All the world realize
that Egypt has one third of the world's monuments. عارفين one third هنا يعني تلت، كلنا عارفين ان مصر عندها تلت آثار العالم. So all of us should bear in mind how to work hard to keep them tidy and attractive. لازم نحافظ على الحاجات دي جميلة وجذابة. Moreover, our country enjoys peace and tranquility. غير كده مصر علاوة على ذلك دي ممكن تتحفظ. مصر فيها الأمان والسلام. More tourist facilities should be built. لازم نبني منشآت سياحية. Hotels as well are supposed to be built and modernized to make it more easy to be the cradle of tourism. لازم نبني المدارس، لازم نبني فنادق، نبني حاجات كتيرة جدا عشان تحاول تحافظ على مصر اللي هي بنسميها cradle of tourism، مهد السياحة زي ما بيقولوا هنا، مهد الحضارات. طبعا احنا بندي شكل عام للكتابة، بمعنى ما تحاولش تجيب الحاجات الصعبة. بنقول لك بس ركز، وان شاء الله بالتوفيق من عند ربنا بعد تدريبك الكبير وتدريبك الكبير ان شاء الله توفقي. To this item we come to our end part of this episode. We wish you all the best with speed of God and best wishes of us. Dear colleagues, goodbye and best of luck.